بمحاضرة اليوم. محاضرة اليوم حتكون 4 محاور أساسية. المحور الأول كيف نجهز حالنا قبل السفر، يعني اليوم شو المطلوب نساويه نحن لحتى نكون جاهزين لحتى نسافر. المحور الثاني الفرص العمل الموجودة بأوروبا. المحور الثالث الأسئلة العامة، شيء بيتعلق بالتطوع، شيء بيتعلق باللغة، شيء بيتعلق بهالقصص. وفي محور أخير حجاوب فيه بس على سؤالين من وجهة نظري بمجال هندسة الاتصالات. يعني اليوم الأسئلة العامة اللي حتكون أكثر بمحور المعلوماتية والشبكات والاتصالات، لكن في سؤالين تخصصيات كانوا اللي حجاوب عليهم أنا. فبرحب فيكم باسمي باسم الجروب بالمهندس محمد. الله يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك. إذا بتحكي لنا لمحة عنك بعد. الله يعافيك وأهلا وسهلا بالكل. أنا محمد شربجي، ما بحب الألقاب، لا مهندس ولا أستاذ ولا شيء. أعطي معلومة يمكن حتى أنت كزملاء عمل كنا ما بتعرف عني. أنا بالأصل خريج كنت معهد تجاري، بعدين درست تجارة واقتصاد بالتعليم المفتوح، بعدين غيرت الكارير تبعي ورجعت درست معلوماتية بالافتراضية، وتخرجت كمان ماجستير إدارة أعمال من الافتراضية. أنا كنت بشتغل بمنظمة الأونروا تقريبا صار لي 12 سنة فيها، بالإضافة استلمت كتير مشاريع خاصة تمام بسوريا، وبنفس الوقت كمان كنت درس بأكثر من معهد. هاي لمحة صغيرة عني. تمام، يسعد صباحك يا رب. طيب خلينا نبلش لكم بالاسئله اللي طرحوها الزملاء. خلينا نبلش بالمحور الاول اللي هو كيف اليوم نحن نجهز حالنا ونطور من مهاراتنا بحيث انه نحن عندنا نيه سفر على اوروبا بشكل عام. فالسؤال الاول كان انه شو المطلوب انه نساوي سواء كنا بسوريا او باي بلد عربي لحتى يعني نزيد من فرص انه نلاقي او نزيد من نسبه انه نلاقي فرص عمل، نختصر الوقت وما نبلش من الصفر. وجهة نظرك بهالموضوع؟ هلا ما في شيء اسمه ما نبلش من الصفر. نحن يعني بمجرد ما تخرجنا تمام هون بدها تبدا الحياه العمليه تبعنا، فهو يعتبر نقطه الصفر تبعنا ممكن هون. حتى ممكن نحن اذا ما لنا متخرجين ككليه او ما لنا او معنا شهاده معهد، او بالاصل يعني اللي شفته بالسوق الاوروبيه ما كتير بيدققوا على موضوع الشهاده الجامعيه تمام. بس اول شغله انا لازم بلش، انا موجود بسوريا، اللي هي اللغه تمام، اللغه الانجليزيه. يعني هي اللي هي كانت عائق قدام كتير موجودين باوروبا عنده خبرات عاليه، بس للاسف لغته الانجليزيه كتير ضعيفه، او ما فينا نقول كتير ضعيفه. الديلي كونفرزيشن اللي بتصير بالحياه العمليه هي غير كافيه لانك تفوت لسوق العمل. يعني انا من الاشخاص اللي واجهتني اول ما وصلت كذا انترفيو انه انت انجليزيتك ممتازه بس للحياه العمليه، بس انت اذا حابب تحضر ميتنج ولا تجهز برزنتيشن ولا تشوف عميل تقعد تحكي انت وياه، في شيء اسمه بزنس انجليش. بزنس انجليش نحن كنا مفكره انه خريجي التجاره والاقتصاد نحن هاي الفكر اللي موجود بسوريا انه هو اللي لازم يدرس بزنس انجليش. لا، البزنس انجليش هي مطلوبه بكل المجالات. فاول شيء مكن لغتك تمام. الدرجة الثانية هي بعدين فكر أنت شو حابب تدرس لتكمل، إما دراسة برا أو شغل. فهو الخطوة الأولى اللي لازم أنا لازم ساويها، أنا موجود بسوريا وأكسب الوقت لإله، وأنا إذا طلعت على أوروبا صعب كتير أني أقعد أشتغل على حالي فيها لأنه التكاليف كتير عالية ووقت ما بيكون فيه، هو موضوع اللغة الإنجليزية. تمام، ممتاز. معناته أول شيء اليوم لحتى نأسس حالنا بشكل جيد هو اللغة الإنجليزية. هذا بالإضافة رح نحكي بعدين شو المهارات تمام المطلوبة. تمام، مع مستوى اللغة لازم يكون business language، يعني إذا بدنا نشتغل بالشهادة أو شو بتنصح بشكل عام كمستوى؟ هلا هنن هون أغلبية الوظائف اللي بيطلبوها بأوروبا بيجي بيقول لك بدي مستوى إنجليزي هو C1. هن ما بيختبروك ولا بيطلبوا شهادة آيلتس، بمجرد ما قعدوا حكوا معك تمام بيختبروا اللغة تبعك. وفي موضوع تاني اللي هو انه ممكن نحن نكون افضل منهم باللغة الانجليزية، لانه بالنهاية اللغة الانجليزية هي ما لغتهم الام. تمام، هي ما لغتهم الام،
فهون ممكن تشوف انت اشخاص بيحكوا انجليزي بطلاقة وعندهم مصطلحات يعني الشخص اللي قدامهم ما بيفهم شو عم يحكوا، على قد ما بتكون الليفل تبع الانجليزي تبعهم عالي. فخلينا نعتبر انه نحن بي 1 ممكن تكون لي فرصة، يعني بحسن فوت على انترفيو بقلب شركة. تمام، سي 1 هي المطلوبة. طيب واللغة الألمانية أو اللغة اللي بيحكوا فيها بالبلد اللي أنا ناوي أروح له، إذا ناوي أروح على فرنسا أو ناوي أروح على ألمانيا أو كذا، قديش مهمة؟ هلأ لأقول لك شغلة، بهولندا وبفرنسا، يعني هدول الدولتين اللي شفت شركات فيهم، تمام، وبالسويد كمان تواصلت مع مزود خدمة هناك، كانت لغة البلد هي غير مطلوبة نهائياً. بس لي أصدقاء بألمانيا كانوا يقولوا لك بدنا أنت مجرد تساوي محادثة صغيرة بلغة البلد اللي هي اللغة الألمانية، من حيث أنت إذا بدك تتواصل مع زميلك ممكن تجتمع بعميل ممكن يصبح عليك يسلم عليك يطلب منك شغلة مو بالشغل باللغة الألمانية. أما لغة الاي تي بشكل عام هي اللغة الإنجليزية هي الأساس، وأغلبية الشركات الأوروبية تمام هي بتوظف أشخاص خارج أوروبا. يعني هذا اللي أنا اكتشفته، أنه أنت بتلاقي 70% من موظفينا هن خارج أوروبا، وإذا لقيت موظفين انترناشونال موجودين من جنسيات مختلفة عندها ما بيحكوا اللغة تبع البلد. تمام ممتاز. في بلد محدد اليوم أنت بتنصح أنه اليوم الطالب أو المهندس أو المتخرج يوجه اهتمامه لإله، ولا عم تحكي بشكل عام بالنسبة لأوروبا؟ لا أنا عم بحكي بشكل عام بالنسبة لأوروبا، لأنه ما في شركة موجودة بأوروبا هي موجودة بس بلد واحدة. هي خلينا نتفق عليها، أنت هدول السمول بيزنس أساساً هن الأشخاص اللي موجودين بالأصل بأوروبا، وممكن بده وظيفة قريبة على بيته بالمدينة اللي ناحية منه، وهي شركات كتير صغيرة وفرصة كتير قليلة. بس بدنا نحكي على الشركات الكبيرة تمام بتلاقي هي موزعة بكل أوروبا، وحتى ضمن البلد الواحدة موجود إلى عشرات الفروع. هم موضوع إنشاء شركة تشتغل بهذا البزنس هو ماله مثل ما نحن مفكرين إنه لازم يكون في عنا بناء وهيد كوارتر. هم مكتب صغير صار شركة ممكن تلاقي عندها 1000 موظف، بس كل واحد بيشتغل من مكان. تمام حلو كتير. هو هذا سؤال من الأسئلة، طبعا طبيعة العمل وساعات العمل بالشركات بأوروبا بشكل عام. طبيعة العمل بأوروبا، أوروبا كتير فليكسبل كتير مرنة بموضوع ساعات العمل. هلأ ساعات العمل هو المتعارف عليه 9 ساعات، بس 99% من الشركات ممكن بتسمح لك بتقول لك أنت بدك تشتغل 4 أيام، ما بدي أشتغل 5 أيام، فيني أشتغل 3 أيام، تمام، فيني أشتغل يومين من المكتب ويومين من البيت. المجال تبعنا كتير الشركات فليكسبل فيه، فما عندهم مشكلة انه ممكن انت تطلب شغل بس يومين بالشركة والشركة تجيب واحد تاني يطلب بس كمان يومين. تمام تمام يعني انت يكون بيت للعمل عن بعد تمام العمل من البيت تمام. هو توفير لهم بالنسبة للكهرباء للتدفئة لعجقة المواصلات، فبالعكس هن وبيوفروا، لانه هون اغلبية الشركات ممكن تعوضك بدل مواصلات بسبب المسافات. يعني أوروبا مسافات بين بيت والشغل مو مثل نحن ما متعودين نص ساعة أنا بكون بشغلي، لا هون ممكن أنت تضطر تسافر 100 كيلو لتصل لمكتبك. تمام، فهن بالنسبة لهم لا أنت ممكن تشتغل من البيت تبعك. طبعا في ضوابط لهذا الموضوع، بس ساعات العمل يعني أنا أساسا ما بعرف أنا إذا حابب أشتغل شو الفكرة كان من السؤال. يعني أنا الصراحة استغربت من السؤال ساعات العمل تمام شو هي، بس إنه فليكسبل إنه أنا أكون عم بشتغل ببيتي والشركة بعيدة عني، أو ممكن أنا عم بشتغل بهذا البلد والشركة اللي عم بشتغل فيها تمام. غير بلد، هذا كتير سهل وهم ما بفكروا فيه نهائيا بأوروبا. تمام، هلأ ما بنعرف أكيد شو الفكرة من هذا السؤال، بس طبعا هاي أسئلة حطيت على لا اكيد اكيد اللي ساله في شيء بباله بس ما وضح شو هو. ان شاء الله يكون وصل الجواب ان شاء الله. طيب سؤال كتير مهم وكتير بينسال، قديش مطلوب نعدل الشهاده الجامعيه لحتى نقدر نشتغل باوروبا، واذا كان مطلوب التعديل شو الاجراءات انت يعني اذا مرقت معك بهالقصه؟
تمام. هلا هذا السؤال الصدمة اللي أنا كنت من العالم اللي صارت فيني، إني أنا أول ما وصلت ركضت على تعديل الشهادة، ما حدا بيقدر فأنا يقول لا. اكتشفت تمام تمام أنا قدمت على تعديل الشهادة. هلا تعديل الشهادة أنا هحكي عن تجربتي بهولندا. تفضل. تعديل الشهادة هو كان بس طلبوا صور بي دي إف، تمام. حتى أنا كان في عندي نسخ من كشف العلامات أنا مالي مترجمة، تمام، قبلوها باللغة العربية. أكل كتير وقت، أكل تقريبا 6 شهور. طبعا هو إنه أنت بس بترفع في موقع خصوصي لتعديل الشهادات، بترفعهم فقط بي دي إف، الأصليات اللي أنا كنت آكل همهم وركود وترجمهم وصدقهم من الخارجية، وبتعرف هاي اللبكة اللي بتصير عنه من العادلية، للأسف كله كان بلا داعي. تمام، حتى بألمانيا هذا الشيء موجود، ما في شيء اسمه ورقي، أنت بتعمل له سكان بتبعته بي دي إف، حتى يعني بتبعته على موقع بتعمل له أبلود بيجيك الرد بعد منه. بس انا خلال هالست اشهر مما اجاني التعديل انا كنت عم اتعامل مع كذا شركه، سي فيتك، لينكد ان تبعك، شهاده ولا حدا سال عليها ولا بتهمهم، تمام، لانه حتى انه ما كتير بهمهم انك انت تكون خريج معلوماتيه. واو. فموضوع تعديل الشهاده ضروري فقط انا في حال كنت بدي اكمل دراسه، تمام، انا في حال بدي اكمل دراسه هذا شيء اجباري بدي اسوي. وباخر مرحله انا بعد ما اخذ القبول، يعني هذا الموضوع انه انا بعد ما اخذ القبول تبع الجامعه بينطلب مني التعديل. اما انا ممكن اقدم وجرب وضعي وشوف اذا باخذ قبول ولا لا، التعديل ما كان مطلوب. تمام، فينك تحكي لنا عن رحلتك، كيف لقيت فرصه العمل؟ يعني شو كان التكتيك تبعك اللي اتبعته لحتى لقيت فرصه عمل باوروبا من وقت ما وصلت؟ هلا انا اول ما وصلت انا كنت ضايع بسبب ما عرفان منين بدي بلش مثل الشباب، ولا عرفان منين بدي وين بدي ادور على شغل ولا شو الشغل المطلوب. فاول شغله موضوع الكونكشنز، اللي هي انك انت تبلش تبني علاقات مع الاشخاص اللي موجودين بمحيطك، بغض النظر هن عن من ضمن اختصاصك ولا مو من ضمن اختصاصك. اولاد البلد هن بلشوا يقولوا لك شو لازم تساوي، منين لازم تبلش. فكان التوجه الرئيسي موضوع الزبط بروفايلك على لينكد ان، هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية أنت تبلش تعمل سيرش على موضوع، أنا كنت عم دور على انترنشيب، على التدريب، ما كنت عم دور على شغل أول فترة، تمام. فأنا حصلت على تدريب ومنحة من شركة كبيرة موجودة بكل دول العالم، كان اسمها اكستنشر، تمام. عطتني تدريب له علاقة بأمازون، يعني أنا بلشت بالكلاود مع أمازون، وهي بعدين بتقدم لك أوفر للشغل. بعد منها بلشت الأوفرات هي تجيني، يعني أنت مجرد ما يكون لينكد إن تبعك جيد أنت ما في داعي تدور على شغل. أنا هذا اللي اكتشفته، أنت بلش تجيك العروض. يعني أنا صدقا كل جمعة مينيموم شركتين بيبعتوا لي انه في عنا هاد الشاغر بتحب تقدم عليه، او بيبعت لي حدا حابب احكي معك تليفون اتعرف عليك. فموضوع انك تلاقي شغل باوروبا هو سهل جدا، انت بس تبلش تبني علاقات ولينكد ان بالدرجه الاولى، تمام. وانت لا كتير تتعذب وتفوت وتدور مواقع مثل ما نحن وبدي اقدم، وهم ما في عندهم شيء اسمه انا احمل السي في وروح لعندك على الشركه الا كتفضل انا بدي اشتغل نهائيا. وبنفس الوقت باوروبا موجود شركات توظيف هي بتركض وراك، يعني هي بتشوف بروفايلك على لينكد ان، تتواصل معك بتقول لك انا في عندي اكثر من شركه، انت ماتش لهدول الشركات، بتحب تقدم؟ تمام. فما بعرف انت شو تحب، اي شيء تاني ممكن تسالني عليه؟ تمام. لا، في سؤال، في شيء مو واضح؟ لا في سؤال انه شو اهم النقط اللي لازم نظبطها بحساب اللينكد ان؟ شو الشغلات المفتاحيه او الكي ووردز اللي انت استخدمتها بحسابك لحتى قدرت تعمل ماتشنج؟ خلينا نقول خلينا نقول الخبره تبعك، بس هي باسم الشهاده اللي انت دارسها، انا هاي اللي لاحظتها. يعني انت بتعرف انت دارس شبكات، ممكن كلمه نتوركينج تكون بالبروفايل تبعك او بالسكيلز،
بالدرجه الاولى بالسكيلز بتكون موجوده ممكن تكون كافيه، بس يفضل هي النتوركينج. انت شو دارس؟ دارس نتورك بلس، دارس سي سي ان اي، دارس سي سي ام بي، لازم تنذكر بغض النظر انت سيرتيفايد ولا لا. هذا لقدام هلا بنحكي عليه. يعني انت دارس لينوكس لازم تذكر، تمام، انك انت دارس ريد هارت، عندك اكسبيرينس بالسنت او اس. هاي الكيوردز اللي هي خلينا نقول اسم الشهاده او اسم الشيء اللي انت دارسه، هذا اللي بيخليك انت تظهر عند الشركات، صح؟ مو الديسكريبشن، تمام، مو الوصف الوظيفي انت شو عامل مهمات. هاي ليفوتوا على بروفايلك بلشوا يقروها اصلا. تمام، في عندك الامتحان تبع السكيلز اللي بيعطوك بادج على اساسه، مثل بالنتورك وهالقصص هي كلها، يمكن اليوم كمان بتفيد قديشك انت. تمام. هلا هذا موضوع انه شو الشهادات اللي انا ممكن ساويها، هذا في سؤال من الاسئله اللي لقدام جاي انه انا، تمام، هلا بنحكي عليه. تمام، اوكي. معناتها اللينكدين كثير مهم لحتى اليوم نبني البروفايل مرتب قبل ما نطلع على قد ما بتتعب عليه، قد ما بتبلش تلاقي فرص. يعني انا ما كنت استخدمه بسوريا، تمام، اساوي حالي كثير بروفيشنال. انا ما كان عندي وقت بالاصل اني لا اطلع، وما كنت يعني ناوي اغير المجال تبعي، فانا ما كنت بستخدمه نهائيا بسوريا. يعني صدقا قعدت تقريبا شي 3 اسابيع كل يوم 4-5 ساعات تبع هيك لازم يكون البروفايل، ويمكن لا مو هيك، ويمكن البروفايل اللي لسه هو ما له بروفايل شخص بروفيشنال، لانه انا كثير صرت اجتمع بعالم لا هي عدلها هي حطها، تمام. يعني اشخاص بيشتغلوا بموضوع التوظيف اعطوني ملاحظات، فنحن قد ما بنتعب عليه وبنضل بنعدل عليه، تمام، بضل بيجينا فرص بدون نحن ما ندور على شغل. هذا باوروبا. وفي موضوع ما بعرف هذا ترك صغير اللي هو للاشخاص اللي بتقلك انا بدي الاقي شغل باوروبا ولا بامريكا ولا بكندا ولا باستراليا وانا لساتني بسوريا، عندي لينكد ان بجنن بس ما حدا بيبعت لي، تمام. انت يمكن بتعرف الترك شو هو اللي عالم صارت تستخدمه. انا كتير شفت عالم اخذ وظائف ريموتلي عن طريقه، اللي هو ما تحط للاسف اللوكيشن تبعها سوريا، تحط لبنان، تحط الاردن، الامارات، تمام، اي دوله محيطه، تمام، لانه هن ما بعرف شو السبب انه انت بس يحطك انك تحط انت بسوريا، ما بتعود بتظهر للشركات، هن مو ما بدهم اياك، صح، فلتره، انت ما بتعود، تمام، هن ما بيعودوا بيشوفوا بروفايلك، انت بس غير البلد، تمام، بيشوفوا بروفايلك بعدين بتقول له اني انا عايش بسوريا، ما في مشكله عندهم نهائيا. انا كثير شفت هون، تمام، هون كثير شفت اشخاص عم بيشتغلوا ريموتلي، شفت شركات عندهم اشخاص عم بيشتغلوا ريموتلي معهم بسوريا. حلو، كثير حلو، مهمه هي القصه كتريك تتاخذ بعين الاعتبار. تمام. سؤال ثاني، ما شو هي المواقع اللي بينطرح فيها فرص العمل باوروبا؟ حنختصر هذا لينكد ان، لانه كل شركه لها موقعها بتطرح عليه الجوب تبعها، بس هن كلهم معتبرين شلون نحن عندنا بسوريا موقع اللي هو مثلا job.sy، بتلاقي كل الشركات بتروح بتقدم بقلب منه تعرض. خلينا نعتبر اوروبا معتمده على لينكد ان، ما لها معتمده على موقع محدد. هي لينكد ان بياخذك بيعرض الوظيفه عليه، هو بيرجع بياخذك على الموقع بتشوف شو في فيكنسيز ثانيه، بس هو اللي بيعرض لك الوظيفة اللي هي ماتش لإلك، مشان أنت ما تقعد تدور بشكل عشوائي. تمام، حلو. هو في سؤال عم بيقول شلون بدنا نخليه احترافي؟ أكيد لازم تشوف البروفايلات تبع العالم اللي بتؤمن إن هدول الناس نجحوا مثلاً أو عم يشتغلوا بشركات مرتبة، تشوف البروفايلات كيف مبنية وتضل تطور، تضل تطور، مثل كأنك عم تطور السي في تبعك، هو بالنهاية السي في. صح صح، وممكن يشوفوا فيديوهات. يعني انا شفت فيديوهات، ما طلعت كثير على بروفايلات عالم، لانه يعني انا اجتمعت بسي اي او، اذا بتفوت على البروفايل تبعه انت ما بتوصفه هالديسك، تمام، فاضي، ما في بقلب منه شيء، فاعتمدت هو على الطريقه، لانه هو يعني قديم وعن طريق الكونكشنز وصل لهي الوظيفه، واخر همه هذا الموضوع اللينكد ان، هو بيوظف وليس يتوظف كمان، يعني لا تنسى. تمام تمام، فنحن بدنا يعني ناخذ المعلومات من كل الأراني، ممكن نشوف فيديوهات على اليوتيوب، ناخذ تجربة من عالم أخصائيين بهذا الشيء، وبنفس الوقت مثل ما قلت نرجع لبروفايلات عالم بنشوفها ناجحة وعم تلاقي شغل. تماما، 100%، كتير حلو. طيب، كيف ممكن نحصل على قبول عمل لو كنت بسوريا؟ وبناء عليه قد ايه بيكون سهل نحصل على فيزا؟ نرجع للنقطة اني انا ممكن ادور على شغل عن طريق اللينكدين، او هن ممكن يصلوا لي،
تمام، ممكن بيعطوني أوفر عرض عمل، أنا ممكن أشتغل معهم شهرين لثلاثة لستة، تمام. ممكن هنن يقدموا لي فيزا، وهذا الشيء اللي أنا استغربته، إنه كتير أشخاص طلعت على هولندا تمام بفيز عمل وهي موجودة بسوريا. يعني نحن عندنا معرفة إنه هلأ مستحيل أنت تأخذ فيزا عمل وكل العالم بتقلك نصب ومن هالحكي. أنت إذا حسنت تقنع هالشركة اللي موجودة بأوروبا، وأنت بالنسبة لها أنت الفرصة مو هي فرصتك. ليش؟ لأنك أنت حتكلفها أقل بكتير من شخص موجود على أرض الواقع. بس لحتى أنت تعمل لك فيزا عمل وتطالعك، هو في شروط بالقانون موجودة. يعني خلينا نحكي مثلا على هولندا اللي أنا شفت الشروط هاي فيها، وفي إلي شخص من أصدقائي طلع عن طريق فيزا عمل. يعني لازم الشركة تقدم لك أقل شيء عقد 3 سنين. الشرط الثاني كان طبعا هاي الشرط من الدولة على الشركة، أقل شيء لازم يكون راتبك 2800 يورو. طيب هالشركة لحتى تعطيك راتب 2800 يورو، بده يكون أنت في عندك شيء مميز لحتى تدفع لك يا تمام. هلأ موضوع أنه هي بتدفع لك أجار البيت ولا هي الفيزا، هي راجعة من شركة لشركة. يعني أنا شفت شخصين من الهند، الشركة كانت متكفلة بإقامتهم وبفيزتهم وبزيارتهم لبلدهم، تمام. يعني وراتبهم بيوصل تقريبا للـ7000، بس في أشخاص أجت من سوريا تقريبا على الحد الأدنى للراتب اللي بتسمح فيه الدولة إنه هي تجيب شخص من دولة أجنبية، وشروط إنه الدولة إنه دولة أوروبية تستقدم شخص من سوريا ولا من أي دولة تانية، هي أسهل بكتير من أمريكا وأستراليا. أنا جربت بزمناتي هدول الدول، الشروط تبعهم كانت كتير تعجيزية بالنسبة للشركة. يعني الدولة بتفرض على الشركة لازم يعلن الوظيفة لمدة تقريبا 9 شهور، ولازم وزارة الهجرة هي تراجع السيفيات ليش رفضهم، ولازم يقتنعوا انه هذا الشخص ما لقى مثله بالبلد. اوروبا لا، اوروبا انا الشركة بدي اجيب هذا الشخص وادفع له هذا الراتب، ما لعندهم، انت طبق بس هدول الشروط وممكن تجيبه من اي دولة كان. تمام، كتير حلو. يمكن كمان بريطانيا من ضمن الدول اللي صعب انك تحصل، يعني بريطانيا استراليا امريكا، ولا شفت شيكت شيء عن انا موضوع بريطانيا بشكل عام؟ لا 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 لا، للامانه لا، ما شيكت موضوع بريطانيا. بس انا مثلا بلجيكا اللي اشخاص اجوا عن طريق عقد عمل بفرنسا وبهولندا وبسويد. تمام، حلو كتير. طيب ممتاز. طيب كيف ممكن نبلش ندور على فرص عمل؟ هلا هو السؤال عم بيقول اليوم انه نحن اليوم وصلنا على اوروبا فرضا، فأنت بتنصح إنه نبلش نبحث عن موضوع التدريب مثل ما أنت فكرت أول شيء، ولا لا نبلش مباشرة نشتغل على إنه نتوظف فرضاً إنه في خبرة أو ما في خبرة سابقة؟ هلأ الموضوع إنك أنت ما في عندك خبرة، وأول ما وصلت حاولت تدور على شغل بتلاقي فرص عمل. هون كتير شركات بتقدم فرص عمل للعالم اللي بسموه الفريش جراديويتد، اللي هلا متخرج ما عنده خبره بالمره. بس للامانه حتكون فرصك اقل ما يكون في عندك خبره، حيكون العرض راتب اقل، تمام. فمن وجهه نظري للشخص اللي ما عنده خبره نهائيا ممكن يدور على فرص تدريب من حيث يفهم السوق، يفهم ثقافة المجتمع، لأنه هي كتير مهمة. هي ممكن كتير تخليك أنت تخسر فرص. ممكن أنت تشتغل بالشركة أول مرة حتقدم لك عقد ممكن 6 شهور، بسبب جهلك بثقافة البلد تمام وطبيعتهم وعاداتهم أنت ممكن ما تكمل 6 شهور الثانية، علما أنت خبرتك مطلوبة. تمام. فأنت إذا شخص بلا خبرة وصلت لأوروبا، أنا كنصيحة أنه ممكن أنت تدور على تدريب لتفهم السوق، وممكن تجيك فرصة تمام لشركات كتير هن بدهم أشخاص جداد ما عندهم خبرة، هن يتعبوا عليهم ويبنوهم ويكملوا فيهم. بس يعني يفضل إذا أنت شخص بلغ خبرة تجي تدور على تدريب، إذا شخص أنت عندك خبرة تمام لا مباشرة حتجي. وطبعا مجالك هل هو لقيت فرصة فيه ولا لا، لأنه ممكن أنت تلاقي فرصة تدريب وتغير مجال اللي أنت فيه، فهذا كلياته بيحكم أنت على أرض الواقع لو وصلت. بس خلينا نحط خط عريض، انا شخص بلا خبره ممكن اجي على التدريب، شخص عندي خبره ممكن مباشره اروح على الشغل. ليش انا عندي خبره ورحت على التدريب اول فتره؟ تمام، يعني هي كانت ظروف شخصيه انا ما بتسمح لي اشتغل بشكل مباشر. تمام، حلو كتير.
يمكن بأوروبا بشكل عام كل الشركات عندها برنامج مسؤولية اجتماعية إنه يوصفوا الفريش ما وال من هذا الباب إجوا تمام. الأفكار يعني. هاي الشركات الكبيرة اللي أنا حكيت تخلي العالم عينه عليها لتتوظف فيها، تمام مش الشركات الصغيرة، لأن الشركات الصغيرة هي صح أوروبا، بس هي بتعمل على مبدأ الحجي اللي نحن تمام كنا بنعرفه. شركة الحجي موجودة، بس خلينا نقول بالوطن العربي إنه خلص صاحب الشركة هو المدير، هو هو المدير. الممول، هو اللي بيوظف، هو اللي كذا. فهذا بيضغطك بشكل مو طبيعي، وأنت حتى ما عاد عندك فرصة، وأنت ما بده بيقول لك مشي تمام 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 ضمن العقد تبعك. وما بياخذ هدول الشركات الصغيره، هي ما بتاخذ الفريش. اما الشركات الكبيره بالعكس، هن كتير بيرغبوا ليخلوا العالم تتطور عندهم وتضل موجوده عندهم. تمام حلو كتير. باعتبار خلصنا المحور الأول، خليني أشوف شو في أسئلة على السريع بعدين بنكمل بالمحور الثاني إذا ما في عندك مشكلة. لا 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 اكيد. تمام، سؤال أول من زينب، بقدر أمن عقد عمل بشركة بأوروبا من سوريا وبعدها نطلع أو ضروري يكون بأوروبا؟ بظن جاوبنا على هذا السؤال. السؤال الثاني، أنا طالب ماجستير اتصالات، شو أهم شركات بمجال الاتصالات رح نحكي عليها آخر الجلسة؟ إذا بدنا نحصل على عقود عمل برا بس ما عندنا خبرة عملية بالآي تي، شو المفروض نعمل؟ الدورات تروح تتطوع، تدور على اي مكان. يعني انت لازم تثبت انت ما عندك خبره عمليه، بس بدهم يشوفوا انك انت عم تشتغل على حالك ليقتنعوا فيك. حلو يعني انا عامل الدوره الفلانيه، الدوره الفلانيه، وهلا بنحكي على موضوع انه اكون سيرتيفايد ولا لا. لازم اورجيهم اني انا مقدم بروجكت. يعني في مبدا عندهم باوروبا، انا ما عندي خبره، انا مساوي بروجكت تمام، وهي البروجكت تبعي اللي اشتغلته اللي هو لاب نحن بنعتبره تمام، وانا هذا البروجكت اللي اشتغلته ما لقيت ارنت اتدرب او اتطوع فيها، او درب على اماكن ممكن تعطيك فرصه تدريب لو شهر شهرين بلاش. وبتوقع بسوريا موجود هيك شركات، يعني كان في بتفتح فرص تدريب. فانت هدول انت معناتها عم تشتغل على حالك، انت عم تستنى الفرصه، بس مو انا تخرجت وقاعد وبدي الاقي شغل باوروبا ولا بسوريا تمام والسي في فاضي. لا لا، خليك عم تشتغل على حالك، ما في شيء بتكبه. يعني انا بتذكر اني كنت مساوي دورات لمده سنه وشوي بالاي تي، وانا لساتني عم بدرس محاسبه، حلو بس كله لقيته يوم اللي بلشت اشتغل بالمجال المعلوماتيه بشكل خلينا نقول اوفيشال، يعني بشكل رسمي بقلب الشركات. تمام حلو كتير. تمام يا ريت تحكي لنا عن العمل من البيت، شو المواقع الناجحة بأوروبا باختصاصنا؟ هلا باللينكدين أظن في يعني بس اعملوا سيرش على الاختصاص اللي بدكم إياه، وحتى في فرص بيكتبوا لكم ريموت ولا أون سايت أنتوا فيكم تقدموا عليها سواء شبكات أو معلوماتية. ممكن تحكي لنا شو أهم النقط اللي نظبطها بحساب اللينكدين؟ جاوبنا عليه. إذا معي شهادة سي سي إن إيه كافية لازم ناخدها من سيسكو اللي حنجاوب عليه. أنا اختصاصي يو اكس ديزاين، هل يوجد فرص لدراسة ماجستير بهالاختصاص بأوروبا؟ مرق معك شيء عن اليو اي يو اكس ديزاين؟ موضوع الماسترات اللي هي باوروبا، انت اول شغله بدك تدور كل جامعه باوروبا، مو مثل عندنا مثلا جامعات المعلوماتيه بتروح تدرس كل شيء فيها للمعلوماتيه. باوروبا في جامعات كل جامعه بقلب منها اختصاص. بدك تدور انت على الجامعات، وموجود انت يعني انه ما عندهم مشكله انت تكون متخرج شبكات وتروح تعمل ماستر بالويب ديزاين. هون هي مختلفه نهائيا عن الفكر نحن اللي عندنا، انك انت لازم تكون تخصصك هيك وتعمل ماجستير بنفس التخصص تبع شهادة الجامعة. لا، انت الماستر اللي بتحب تقدم عليه بدك تقنعهم بالنهاية. هون تقديم على الماستر هو تعتبره تقديم على وظيفة. يعني انا قدمت على ماستر كان له علاقة بالسايبر سيكوريتي، وانا تخصصي شبكات، مالي خريج مجال السكيورتي، هي علما تعد جزء منه. فانا ساويت انترفيو، يعني تصور مساويت مقابله، ليش حابب هذا الماستر، شو بتعرف عنه، حسيتها مقابله شغل، واخذت قبول حتى بلا ايلتس. يعني لازم. مشان العالم اللي بتقول انه بدي شهاده ايلتس، هلا هي بنحكي عليها، هي كتير مهمه تمام، بس ما في شيء مستحيل باوروبا، كل شيء ممكن يصير. نحن كنا متخيلينه لا لا ما بيصير تمام الموضوع. فانت تخصصك له علاقه بالويب، نقي الاختصاص اللي بدك اياه ممكن تساوي ماستر فيه. تمام حلو كثير الحقيقه.
طيب في سؤال من عمر عم بيقول: الأستاذ محمد حكى أنه تعديل الشهادة الجامعية ليست طلبية بالدرجة الأولى لكي تحصل على عمل. سؤالي: أنت وقت بتحصل فرصة عمل أو فرصة تدريب، رح يكون البوزيشن تبعك كمهندس ولا شخص متدرب لديه خبرة؟ هو لاحظ بألمانيا أنه البوزيشن إذا بدك تاخده كمهندس على الشهادة السورية ما بتاخده إلا لتكون مكفي ماستر. والسؤال هو على فرق الرينج الراتب، وليس على يعني اليوم انت بتقدر تحصل الفرصة بس الرينج الراتب عم بيكون قليل اذا حصلتها كمتدرب مثلا او كمهندس بدون شهادة او الى اخره. شو رأيك بالموضوع؟ هلا تمام. هلا اول شغله، الشهاده هي ما لها علاقه بالراتب، الراتب له علاقه بالبوزيشن وبالريسبونسابيلتي اللي عليك اياها. المسمى الوظيفي هو ما له علاقه بالشهاده. يعني انا بعرف شخص صديق لإلي تركي، كلاود كونسلتنت، هو خريج حقوق، شو دخل الشهاده؟ ما اعترفوا فيها للشهادة، تمام. ما شافوها أساساً لا بكتير. لا، ولا بدهم اياها، ولا بدهم اياها. صح. فكرة الشهادة انت خليها براسك، شهادة الجامعة هي لكمل دراسة. شكل انا شو بدي اقدم بوزيشن، انا شو في عندي اكسبيرينس، شو في عندي سكيلز. سيرتيفيكيت لكورسز انا ساويتها، تمام، هي اللي بتحدد لي انا بوزيشن رح ممكن اقدم عليه. راتبي له علاقة انه انا هي وظائف الدولة نحن اللي عندنا اياها، اذا انت خريج جامعة بتاخذ هيك، هون ما في هيك شيء. انت شو في عندك خبرة، شو البوزيشن اللي انت مقدم عليه، هيك راتبه، تمام. انا يكون راتبي اقل اذا فايت تدريب، هذا الشكل هذا شيء طبيعي. في شركات ما بتقدم غير بدل المواصلات، في شركات حتى بدل المواصلات ما بتقدم، بس انت تاخذ عندها تدريب. هي راجعه من شركه لشركه، بس اكيد الشركه ما راح تعطيك كمتدرب كراتب مثل ما انت تكون مسؤول وعم تسلمك مهام وتجيب من وراك مصاري، هي عم تشتغل عليك، تمام. فهي هذا بالنسبه لها الراتب اللي عم تعطيك اياه، ان هي عم تكسبك خبره، هي عم تعلمك، تمام، لحتى تنتقل من مرحله التدريب لمرحله موظف وعندك مسؤوليات وفي مين يحاسبك على خطأك، تمام، ولا على تقصيرك. هون رح يكون اكيد حتاخذ راتب مثل موظف موجود بهي الشركه. تماما، حلو كتير. في سؤال حلو من سليمان عم بيقول: الخبرة اللي بنحصل عليها من الشركات جوات البلد قديش مهمة أو معترف عليها بأوروبا؟ هلا هي راجعه على حسب التخصص تبعك. يعني خلينا نحكي بمجال الشبكات، تمام، بشكل عام مجال الشبكات والسكيورتي كتير بتختلف. الخبره اللي موجوده بدول بسوريا خلينا نقول عن اللي موجوده باوروبا تتاخذ بعين الاعتبار، بس للاسف اللي شفته، تمام، هي غير كافيه. فهذا الشيء اللي انا واجهته اول ما وصلت وحاولت اشتغل وطور على حالي. اما بينما بموضوع الديفلوبمنت وبموضوع الويب ديزاين وهي القصص، خبرتك اللي موجوده بسوريا هي حتجي نفسها تشتغل فيها هون باوروبا، ما بتفرق نهائيا وكتير مهمه. يعني بموضوع العالم اللي بتشتغل بموضوع البرمجه خلينا نقول، والعالم اللي بتشتغل بموضوع الشبكات، الشبكات لا حتتعذب لحتى تطور حالك، تمام، لحتى تلاقي شغل بأوروبا ولحتى تصير خبرتك مطلوبة بأوروبا. أما بينما العالم اللي بتشتغل بمجال البرمجة نهائياً هي ما لها بحاجة، إذا عندها خبرة بسوريا تبني خبرة جديدة هون مباشرة، حتلاقي كتير فرص عمل تطلبها. تمام، حلو كتير هذا الكلام. طيب حنوقف هون عن الأسئلة هلا من الزملاء، رح نفوت بالمحور الثاني اللي هو المجالات التقنية بأوروبا. اليوم من خلال وجودك على الأرض، شو أهم المجالات برأيك التقنية بمجال المعلوماتية بشكل عام أو الاتصالات بأوروبا، وشو الشهادات المرغوبة؟ يعني أنت قلت بالتحديد الحوسبة السحابية، ليش رحت باتجاه هذا المجال بالتحديد؟ تفضل. أوروبا خلينا نقول تقريبا من 6 سنين صارت معتمدة بشكل كامل، 99% خلينا نقول من الشركات ومن المؤسسات الدولة، من كل شيء له علاقة بالتكنولوجيا صار معتمد على الكلاود، على الحوسبة السحابية. ما عاد في عندهم شيء اسمه أنا بدي أفتح شركة يكون الداتا سنتر موجودة عندي، تمام. أنا ما عاد في عندي شيء اسمه موظف شبكات بيجي بيركب لي راوترات وبيوصل لي كابلات، خلص موضوع الانترنت وانا كل شيء خدمات عندي اياها للشركه ولا بقدمها للعالم هي موجوده على الكلاود. فتخصصات اللي كانت موجوده عندنا اللي هي مطلوبه بسوريا، خلينا نقول تخصصات سيسكو،
وهواوي ومايكروتك، وهي التجهيزات موجودة بس بشكل كتير قليل ومحصور عند مزودي خدمة الإنترنت والاتصالات. يعني أنا صار مجال إني لاقي فرصة عمل محصور بهاي الشركات بس، تمام؟ فأنا إذا حابب تكون فرصي أكبر بكتير طبعاً بدي أروح للكلاود. وهلأ بقلب الكلاود طبعاً في تخصصات كتير، هو ما عاد أنا مجرد إني أدرس بس كلاود. الكلاود بقلب منه اللي هو نحن بنعرفه الذكاء الصنعي، بقلب منه إنترنت الأشياء، بقلب منه البيانات البيج داتا ولا الداتا أناليست، بقلب منه موضوع السكيورتي. صار في يعني هلأ نحن معروف تخصص السكيورتي كان إني أنا أشتغل على فاير وولز وأمن موضوع الشبكة تبعي ولا الويب سايت تبعي. هلأ هدول صاروا تبعاتك على الكلاود، هدول الخدمات والتجهيزات تبعك صاروا موجودين على الكلاود. فأنا لازم في عندي تخصص سكيورتي بالكلاود، فأنا التخصصات كلها اللي بعرفها هي صارت موجودة على الكلاود. فأنا لحتى أرجع أدمج خبرتي القديمة بتخصص من التخصصات لازم فوت من الكلاود وأصل أرجع للخبرة اللي أنا موجود فيها. يعني أنا كان تخصصي موضوع سيستم وشبكات، أنا هذا أكتر شيء اشتغلت فيه، سيستم وشبكات، تمام؟ هون ما عاد في أنا أروح على شركة والله عنده سيرفر منزل عليه ويندوز سيرفر، وعنده سيرفر منزل عليه إكسشينج مشان موضوع الإيميلات. لا، هو عنده ويندوز سيرفر بس على الكلاود، هو عنده إكسشينج اللي هو صار مايكروسوفت 365 على الكلاود. فأنا بعرف اشتغل هدول. طيب أنا شلون بدي أعمل لهم مانج من الانفراستراكشر تبعهم؟ بدي يكون عندي خبرة بالكلاود. فهو بداية الطريق لحتى أنا إذا عندي خبرة قديمة لحتى أرجع أشتغل فيها أو استفاد منها لازم فوت بطريق الكلاود. أما إذا ما عندي خبرة نهائياً ممكن فوت بالكلاود وبعدين أنا أتخصص. تمام، حلو كتير. بالكلاود مثل ما بنعرف في أمازون ومايكروسوفت وجوجل، بشو لازم نبلش إذا حبينا نبلش؟ هلأ خلينا نقول الفانديمنتال أو الأساسيات اللي هي بتلاقي عند الثلاث شركات شيء اسمه كلاود كومبيوتينج. فأنت بحي الله شركة من الشركات بلشته ما في مشكلة. الخطوة هي أول ليفل اللي هو الفانديمنتال بيسموه، هذا وين ما بلشته بحي الله شركة من الشركات ما في مشكلة. بس إذا انتقلت للأسوشيات ليفل، الليفل الأعلى، إذا أنا حابب خلينا أحكي بأوروبا عن اللي شفته والشركات اللي هي موجودة عندها، إذا أنا حابب أشتغل بشركات كتير كبيرة أنا بروح مايكروسوفت. الشركات الكبيرة أو الانتربرايز كومباني أو حتى خلينا نقول المنظمات الدولية، تمام، كلياتها عم تتعامل مع مايكروسوفت. وبأوروبا نفس الشيء، يعني أنت إذا بتروح على خلينا نقول هم مثل البلدية اللي هي محافظة بتلاقيها كل شيء سيرفيسز إلها هوستد عند مايكروسوفت. إذا بتروح على البنوك كمان بمايكروسوفت، إذا بتروح على القطارات إن كان القطارات بألمانيا ولا بهولندا شبكتها كلياتها والسيرفيسز تبعها بمايكروسوفت. بنرجع للشركات الصغيرة، الشركات الصغيرة بتفضل AWS. السبب ما حدا حسن يجاوبني عليه ولا أنا حسن تجاوبه، ما أنه الاثنين بيقدموا نفس السيرفيسز، وعلما أمازون هي كسوق أغلى كدفع من مايكروسوفت، مايكروسوفت تقدم عروض أكثر. فأنا بس إذا هدفي روح أشتغل بشركات صغيرة، تمام، بروح على أمازون. جوجل للأسف هي عندها مشكلة بالماركتينج فهي غير مطلوبة، بس علما هي كتير ستيبل. بس يعني ما بنصح حدا على اللي شفته بالسوق انه يروح عليها. بس في موضوع، انا اذا مشيت بمايكروسوفت فجأة لقيت فرصة لإلي بأمازون. ايه انا كنت عم بدرس مايكروسوفت، راح محمد قال لنا درسوا مايكروسوفت، روحت على حالي فرصة أمازون. لا نهائيا، انت بتروح بس بتفتح بتقرأ قراية اسماء الخدمات اللي بتقدمها أمازون، لأن الفكرة او الكونسبت نفسه بالكلاود واحد. يعني عند مايكروسوفت، تمام، الكمبيوتر الافتراضي او السيرفر الافتراضي له اسم نفس ما بتساوي له اعدادات ونفس الطريقه اللي انت بتنشئه فيها وشو فيك تعدل عليه نفسها موجوده بامازون بس بغير تسميات، اسماء تجاريه فقط لا غير. فانت بالنهايه لقيت حالك مرتاح او هيك انا حابب امازون، ما في مشكله دروس امازون ورجع اقرا مايكروسوفت.
وبالنهاية أنت بتروح بتلاقي بكرة الشركات بتسألك عندك خبرة بالكلاود، ما بتسألك على الشركة، لأنه هي بتعرف أنت خلص عندك خبرة بالكلاود وصلان لمستوى محدد، تمام، بغض النظر عن أنه الشركة هي بتعرف أنت بدك يعني بالكتير أسبوعين ثلاثة تطلع على الأسماء الجديدة تبع الشركة الثانية، تمام، وأنت بتشتغل. تمام، حلو. معناتها جوابا على السؤال الثالث، أنا متخصص في الشبكات وإلى آخره، هل يجب أن أبدأ في الحوسبة السحابية؟ إذا نعم، لأنه هي البيس هي حقيقي مفتاح، في أوروبا اليوم. تمام. تمام. شو الدورات المطلوب إتقانها كلغات وبرمجة؟ يمكن هو خلينا ننتقل نفرجيهم الخريطة تبع ويندوز أو أمازون أول شيء، وبعدين إذا بتحب تحكي شوي عن الرود ماب تبع اي دبليو اس والرود ماب تبع الازور بعد شوي. تمام، هلا اذا بدنا نحكي شو المطلوب كلغات برمجه، بس هذا الجزء اللي موجود، اي لغه برمجه انت بتعرفها حتلاقي شغل فيها، تمام، يعني في يعني انا من الاشخاص اللي بس وصلت كان بفكري موضوع السي شارب والسي بلس بلس، نحن بنعرفهم هدول انقرضوا، تمام، فرص عمل كثير كبيره فيهم. لاي اس بي دوت نت لك كثير عالم ما عاد اشتغلنا فيهم، تمام، لا بالعكس هن كثير مطلوبين. فأنا لا أفكر شو لغة البرمجة اللي أنا بعرفها، أنا أعرف مفهوم البرمجة، يعني البرمجة أنا شخص مالي مبرمج وما عندي كتير خبرة فيها، بس البرمجة هي فكر وليست لغة، أنا أعرف كيف بدي أطبق، تمام، منين بدي أجيب السينتكس اللي موجود، هاي الفكرة كيف تطبق، بعدين اللغة اللي بدرسها أنا ممكن أشتغل فيها. هلا بنحكي على الرود ماب تبع AWS. هلا اول ليفل اللي هو الكلاود براكتيشنر، اللي هو بيعطيك اللي احنا حكينا عليه، فكره عن الكلاود وشو خدمات الكلاود وامتى بفرق بين كل نوع من انواع الكلاود، واذا بدي انتقل من داتا سنتر اللي احنا بنعرفها العاديه للكلاود، شو السيرفيسز اللي ممكن تقدم لي اياها الكلاود بشكل عام، تمام. بس بامازون بيعطيني كمان فكرة عن الخدمات اللي بتقدمها أمازون كتسميات، وبيعطيني بشكل مبسط البيزك بالكونفيجريشن تبعها. حلو كتير. هلأ بيجي بدي انتقل، تمام، بيجي بدي انتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هلأ أنا هون صرت قدام ثلاث طرق، يا بروح موضوع السيس أوبس. السيس أوبس اللي هو موضوع السيستم، إدارة خلينا نقول الواجهات الرئيسية، وحتى موضوع كوماند لاين ممكن بخدمات امازون، تمام، موضوع بدي روح بعدين ديفلوبر، هدول ثلاث تخصصات. هلا بحكي ان واحد لازم يبلش ديفلوبر، اللي هو بصير بيشتغل في سيرفيسز لها علاقه بموضوع الاوتوميشن، بتشتغل بقلب الكلاود يعني بشكل تلقائي، انا بصير بجهز سكريبتات، بجهز تمبليتس، تمام، هي بتصير تشتغل لحالها، بتعمل تشيك وبتعمل امبلمنتنج وبتعمل موديفاي. هاد هو طريق الديفلوبر. هون انا كتير مهم انه يكون في عندي باك جراوند بالبرمجة، تمام، عندي السوليوشن اركيتكت. اغلبية الاشخاص منهم انا بس خلصت اول كورس جيت بانو واحد بلش بالسيستم، بلش بالديفلوبر ولا روح بالاركيتكت؟ الترينر اللي كان عم يدرسني هو شخص ديف اوبس انجينير، يعني شخص بروفيشنال بموضوع ديف اوبس. شو قال لي؟ قال لي مباشره روح ديفلوبر، تمام، روح ديفلوبر وسيس اوبس، واخر شيء بتدرس الاركيتكت. بس للاسف بس رحت انا اشتغلت على هدول ورحت قدمت على كذا شركه، تمام، الحكي تبع المدراء كان انه انت شلون، تمام، عم تشتغل على اعدادات وخلينا نقول على configuration تبع services وانت ما بتعرف الاصل، لا، وهي بالاصل مصممة صح ولا لا، هي محطوطة بقرنطها الصح ولا لا، انت بدك تعدل عليها بشي يتوافق مع التصميم ولا لا. فبالدرجة الاولى انا الليفل الثاني اللي لازم كنت تروح عليه هو الاركيتكت، بغض النظر اذا كنت عم بحكي مايكروسوفت ولا عم بحكي امازون. فانا بالدرجه الاولى بالكورس الليفل الاول بروح الكلاود كومبيوتينج بشكل عام، الليفل الثاني بروح اركيتكت، تمام، ممكن اطلع اركيتكت بروفيشنال، وممكن روح
ديفلوبر، بعدين سيس اوبس، بعدين ممكن روح ديف اوبس. هلا بس خلصت مرحله الديف اوبس، طبعا هذا الحكي كلياته عم نحكيه لازم يكون مع خبره. ما انا عم بشتغل، حتى لو انا قلت لي ما لقيت شغل، تمام، انا هدول الكورسات بقلبها منهم، في كثير مشاريع، في مواقع هي بتعطينا مشاريع ننفذها وبتعملنا اختبار للمشروع، بتقول لي تمام انا ممكن ارفعه على شيء بسموه الجيت هاب واعرضه وقت ما بدي اجي اقدم على شغل، تمام. بعد منه اللي هو شفت موضوع السبيشاليتي، السبيشاليتي هون انا حابب اتخصص بقى بالداتا اناليست، بالداتابيز، بالنتوركينج، بالسيكوريتي، بالماشين ليرنينج، تمام، بالاي ار بي سيستم اللي هو الساب. ف يعني انا بس خلصت هذا الطريق، انا هون هلا حابب اكون متخصص بشيء بالكلاود. يعني انا بالنهايه الطريق اللي بدي امشي، انا كان تخصصي نتوركينج وحابب ضل نتوركينج، بالنهايه بدي امشي بهذا الطريق لاصل للنتوركينج. لهيك الكلاود هي مهمه بغض النظر شو كان تخصصك. تمام، ممكن نروح على مع المايكروسوفت ازور كمان. تمام، هلا مايكروسوفت هي مساويه تفريق صغير، تمام، اللي هو انه مساويه فاندمنتال، او خلينا نقول بيزك، الكورس الاساسي لثلاث اقسام مثل نحن مالنا شايفين. القسم اللي بالنص اللي هو الاجر، الاجر فاندمنتال اللي هو بيروح اجر ادمنستريتر واجر ديفلوبر، تمام، والداتابيز ادمنستريتر هو خلينا نقول نفسه تبع امازون، تمام. القسمين الثانيات هن موضوع اختصاصات، فانا فيني باجر بلش بتخصصي، تمام، يعني بشكل بسيط بالفاندمنتال، بس هو يعني انا قريت بالثلاثه، الثلاثه حيودوك نفس الشيء لحتى بس بدك تروح للاسوشيات ليفل وين انت حابب تروح، فما كتير حيفرق انت بانه واحده من الثلاثه بلشت، انت بالنهايه تعرف انه تخصص بدك تكمل، وما في مشكله انك انت تقرا اكثر من وحده، بس ممكن تاخذ شهاده وحده منهم يكون عندك خبره فيها. هلا في سؤال هون دوما عم بيكون انه حتى انا كمهندس اتصالات لازم فوت حوسبه سحابيه؟ يعني هلا هذا الجواب، هذا الجواب بده يكون جزء منه عندك وجزء منه عندي. اذا انت ما حابب تكمل موضوع الاتصالات او حابب تكمل، يعني انا بعرف الاتصالات هي مع الشبكات مدموجه سوا، ما هذا بالمجال اللي انا بعرفه. الشبكات بالنهايه بدك تروح كلاود، بس اذا حابب تكمل بس اتصالات، اتصالات هذا الجواب عندك. صح، هلا حجاوب عليه اخر شيء اذا بمحور الاتصالات. إذا في مجال تنصحونا باسم دورات للمايكروسوفت كلاود أو أي موقع تاني أو AWS على Udemy أو شيء؟ تمام، هلأ الموضوع الكورسات، فكرة Udemy هي فكرة معتمدة بكل الشركات الأوروبية، هون ما في شيء اسمه أني أنا والله روح على معهد، موجود أني روح على معهد والله حابب سجل كورس، أقل كورس بتلاقي حوالي 2500 يورو اللي أنت ممكن بسوريا تسجله ب 500 ألف، يعني ب 100 يورو. فهون حتى الشركات، أنت بس تتوظف بشركة وبتيجي بتقول لك الشركة يوم اللي عم تتوظف فيها أنا بقدم لك فرصة تدريب، بقدم لك كورسات وبقدم لك شهادات، تمام. هن شو بيساووا؟ بيكون عندهم بزنس أكاونت على يوديمي، بيعطوك كورسات على يوديمي، بتعمل كورس على يوديمي، اليوديمي بيعطيك شهادة انك انت حضرت هذا الكورس، بتحطه على اللينكد ان تبعك ومعترف عليها وبيتاخد فيها، تمام. وبعدين ممكن هاي الشركه تدفع لك حق الامتحان مايكروسوفت. بس خلينا نقول نحن موجودين بسوريا، انا اروح على كورسيرا، كورسيرا بقلب منه كورسات ل شو اسمه للكلاود، ان كان امازون ولا اجر. اللينكد ان نفسه في بقلب منه ليرنينج، يعني هاي هذا الموضوع اللي العالم كمان ما بتنتبه له، انه اللينكد ان في بقلبه منه تدريب، وانت بس تحضر الكورس بيعطيك بادج بتضيفه للسكيلز تبعك، وكمان بياخذوا بعين الاعتبار. اليوتيوب صار فيها كتير شانلز فري بدون اشتراك، بتقدم لك كورسات كامله للكلاود،
بغض النظر امازون ولا اجور، واليوديمي طبعا هو التوب 1 بهذا المجال. تمام ممتاز. في كمان ستيب اهيد بتعمل كلاود كومبيوتينج امازون ويب سيرفيسز بالبراكتيشنر والاسوشيت، عفوا الاركيتكت اذا بدهم شهادات بهالموضوع. تمام، وطبعا انت تكون معك ترينر عم يعلمك 100%، تمام، وحتى مو خاصة بالسيف. بالبداية. تمام، خاصة بالبداية، يعني انا هاي القصة حاولت فوت بالكلاب، تفوت ضايع، منين بدي بلش، شو بدي اساوي هذا اللاب، كيف اذا علقت فيه شو بدي اساوي. فهو هي الفكرة يفضل اللي بسوريا في يفضل صعوبة بهالنقطة هيدي، لأنه أنت اليوم بدك أكاونت على اي دبليو اس وبدك كريدت وما كارد فيك. أو ديبت كارد، ما صح، فيك. هلا هلا هي الدورة اللي حضرتها أنا مع ستيب أهيد، بيعطوك لاب فري لاب على اي دبليو اس، وهون بقى بتطبق عملي يعني. لأنه أنا شفت كتير دورات كلها نظري، يمكن هذا الشيء النظري اليوم ما بعرف قديش بيفيد بموضوع الكلاود، بينما أنت تشوف شو هي السيرفيسز الحقيقية اللي أنت فينك تستخدمها من أمازون لحتى تعرف وين بدك تطبقها بعدين بهالنواحي. تمام. وقت التطبيق صدقا انت قد ما كان اللاب مثالي انه اعطيناك ستيبس له بالنظري، وقت التطبيق حيتواجه مشكله، وهي المشاكل هي اللي بتعطيك خبره. تمام، يعني انا كثير بفضل انه بالمرحله الاولى انه يكون في معك ترينر، ومثل ما قلت يكون في موضوع لابات عم بشتغل عليه. يعني انا حقيقي يمكن كل سوريا هلا سمعت من جديد في معهد واحد فتح دوره للكلاود. صح، تمام، هو عارف. بس للاسف، تمام، للاسف ما في تطبيق. فشو لا هو شو عم يساوي؟ انه انا بجي بعطيك الكلاود وبطبق لك اياه على الاجهزه اللي عندي الاون بريمسز، وبقول لك هو مثله. لا لا، هو مو مثله، تمام. هو مو مثله نهائيا. عرفت عم ايه عم تحكي انت. تمام، اوكي. لا، اللي عم احكي عليه انا هو تطبيق عملي على اي دبليو اس حقيقي، فيمكن شوي قول هو مو بسوري على كل الاحوال. تمام، طيب هلا باللينكدين ليرنينج يمكن لازم نوضح انه انت اول شهر فري كلينكدين ليرنينج، يمكن اذا انت ما لك كوربوريت اكاونت، يعني ما له لينكد مع شركه من الشركات، بس فينك تاخذ شهر فري، وبهالشهر فينك تعمل دورات قد ما فينك، يعني قدر الامكان تقدر تاخذ فيهم شهادات والى اخره. طيب قد ايه ضروريه الشهاده اليوم بالكلاود في حال حضرها واحد على يوتيوب مثلا او كذا؟ قصدك الشهادة اللي هي بتقدم لي إياها مايكروسوفت ولا جوجل ولا اي شهاده اي حضور دبليو اي؟ او اي ايه شهاده حضور مثلا انه انت عامل دوره بالكلاود. هلا بالنسبة لأوروبا كتير بيهمهم تثبت انك انت حضران كورس. حلو، تمام، موضوع انك انت سيرتيفايد ولا لا طبعا بيهمهم، بيعطيك فرصة اكبر. بس في حال انت ساويت الانترفيو واثبتت انك انت عن جد عندك خبرة، بس ما اجتك الفرصة انك انت تاخذ هالشهادة، تمام، قطعا 99% من الشركات اللي باوروبا هي اللي بتغطي لك تكلفة هذا الامتحان. فانت كون جاهز تدرس وعمل دورة، وان كانت باليوديمي ولا باي شركة تانية، ولا خذ شهادة حضور، تمام، حطها ببروفايلك. ممكن تنسأل انت بالمقابلة، انا ليش لهلأ انت ما ليش ما ساويت الامتحان تبعها. طبعا والفكر تبع اوروبا انه انت ما في مشكلة تقول انا ما كنت ماديا جاهز، يعني هي عندهم اياها كتير عادي، ما انا استحي، يعني انا تمام، انا بس انسألت انه انت ليش ما ساويت هاي وليش ما ساويت هاي، تكلفتهم كانت عالية علي والدخل ما بيسمح. اتس اوكي، نحن بندفع لك ياهم، تمام، انت جاهز تساوي الامتحان، نحن بندفع لك الامتحان لمرة واحدة، رسبت انت بترجع بدك تعيده حسابك. فانا المهم انه يكون في عندي شهاده حضور، تمام، خلينا نقول مهم بنسبه 80%. بس اذا انا ما احسنت بالمره غير اني اقعد احضر يوتيوب، عادي. تمام، لا معلش، لا عادي، خبره حلوه، بس مو غلط اني انا اشتغل على حالي انه اثبت انه انا تعبت على حالي. حلو، بهذا الشيء. تمام، ممتاز. سؤال من مؤيد، شو في مواقع بتعطيك لابات او تعمل مشروعات ممكن تقدمها للشركه وقت يعني كريفرنس وقت تحب تقدم عليها؟ هلا والله ما لي حافظهم، في هن ثلاث مواقع بس اشتراك بمصاري، هدول لانه هن على مبدا خلينا نقول معتمدين موجودين باوروبا. انت ممكن بتساوي لاب وبتساوي، هن بيعطوك بروجكت، انت بتطبق البروجكت،
بيصححوا لك البروجكت، بس البروجكت تبعك يكون جاهز بيرفعوا لك اياه على الموقع، انت بتصير بس بتضيف اللينك تبعه. تمام، انه انا هذا بروجكت برايفت ساويته لانه ما عندي خبره بالكلاود. تمام، وهذا كثير شركات كانوا معتمدين عليه، انا ممكن ارجع ابعث لك اياه وانت تنشره. هذول المواقع كونفرنس. تمام، طيب في سؤالين من الـ من الـ من الـ من اعضاء المجموعه، شو هي افضل شركات باوروبا بشكل عام؟ وهذا السؤال دوما دوما بينسال، الشهادات الدوليه الموثقه، يعني شيء مثل مثلا من سيسكو او من اي شركه، قديش اساسيه لحتى نحصل على فرصة عمل، لا سيما مثل ما أنت حكيت أسعار الشهادات من الجهات الرسمية مكلف جدا. نرجع بنحكي، أنا ممكن إني آخذ شهادات حضور. يعني هلا أنا في موضوع إنه أنت إذا بتفوت على ليرن مايك مايكروسوفت، تمام، بتحضر، أنت شفت الرود ماب اللي سويناه، أنت بتحضره من A to Z for free وبتاخذ بادج منه إنك أنت حضرت. تمام، في عندي بأمازون في شيء اسمه سكيل بيلدر من أمازون، كمان بفوت بحضر بقلب منه كورسات وبيعطيني بادج وأنا بشاركه على اللينكد إن تبعي وبشاركه على الفيسبوك تبعي إنه أنا حضرت هذا الكورس. هذا إثبات إنك أنت حضران هذا الكورس، لأنه حتى بقلب منه كويز ممكن أنت تساوي إجباري بدك تساوي لحتى تنتقل لمرحلة تانية. يعني هن عندهم ثقة إنه هاي الشركة ما عطتك هذا البادج إلا إنك أنت قاري وحال الأسئلة ومجاوب عليها. فأنا إذا ما قدرتي روح ساوي هاي الامتحانات، وأساساً للأشخاص الموجودين بسوريا ما في هاي الامتحانات بسوريا، أنت بدك تضطر تسافر. فلا، أنا خليني أمشي بهذا الطريق ولا أبقى سافر، أنا بقعد باخد شهادات، والشهادات هي ما لا بنرجع منقول ضرورية وأساسية، وأنا بدونها ما بحصل على شغل. لا، أنت بتحصل على شغل وبتحصل على فرصتك بدونها. تمام، أنت أثبت حالك وانك انت شاغل على حالك. يعني في عندهم موضوع نحن بنرجع بنقول باوروبا، اللي مين انت واثبت لي مين انت، لا تورجيني كراتين، ما بيطلعوا عليها. تمام، شو هي اهم متطلبات؟ بس هي بتكون فرصتي، هي الشهادات هي بتكون فرصتي لحتى يستدعوني للمقابله. يعني هي سي فيتك كلياتها، تمام، مو لتوصفك، سي فيتك بس لحتى تحطك قدام اللي بده يوصفك. تمام، متطلبات العمل اليوم بمجال الاي تي والشبكات. هلا هو كان في سؤال كمان انه نحن اليوم حبينا نفوت بمجال الكلاود، شو لازم يكون عندنا اساس لحتى نفوت بهذا المجال بدرجه اولى، وشو اهم متطلبات العمل بالاي تي والشبكات باوروبا؟ هلا لحتى تفوت بالكلاود شو لازم يكون في عندك اساس؟ ولا شيء. تمام، بتعرف تقرا انجليزي؟ اذا سمعت بتفهم شو عم تسمع اذا بدك تحضر فيديو؟ تمام، هذا كافي. يعني بنرجع للمثال اللي حكيته، انا في عندي شخص من اصدقائي خريج حقوق بتركيا، هلا هو استشاري، تمام، من اكبر الشركات باوروبا لمجال الكلاود. تمام، فانا ما ضروري يكون عندي اساس بالمره، انا بيهمني اني يكون عندي شغف وحب للي عم بدرسه، هذا بالدرجة الأولى، وعندي صبر لأنه بده جهد وبده وقت، بس ما عندي، ما مطلوب منك شيء تاني. تمام، مجال الشبكات بأوروبا، تمام، مجال الشبكات وين ما رحت هو نفسه عم يختلف، إنه بأوروبا ما عاد في عندهم، خلينا نقول بالشركات الكبيرة غير الاس دي وان، هو بس اللي مطبق الفيتيلا من سيسكو، وللأسف هذا الريسورسز تبع الدراسة تبعه قليلة، وبسوريا كمان صعب كتير أنك تطبقه. هذا السبب من الأسباب اللي خلاني أنا بس انتقلت من سوريا لأوروبا، أني بعد عن مجال الشبكات. ونرجع منقول مجال الشبكات هو صار محصور بمزودي الخدمة. يعني أنا أجاني عروض إلى علاقة بالعروض عمل إلى علاقة بمجالي وبخبرتي، تمام، بس اغلبيتهم مزودين انترنت ولا شبكات الموبايل. طيب انا بالنهايه غير هدول ما حلاقي فرص عندهم، وخلص حضل محصور هون. ليش انا بقول اطلعوا كلاود واطلعوا برمجه؟ يعني هي تجربه شخص، خلينا نقول انا اكلتها. مجال الشبكات انا كتير بحبه وبالعكس عندي ادمان عليه، بس للاسف انت بس تطلع على السوق الاوروبيه، وخلينا نقول حتى بامريكا، يعني انا تواصلت مع شركه بامريكا ما عاد في عندهم شيء اسمه انه انا
يعني نحن اللي بنعرفها، نحن اللي هو ربط بين مبنيين وهذا المجال، غير عن طريق الانترنت، غير عن طريق الانترنت والفاير وولز والكلاود، تمام. ما عاد في عندهم غير هاي، يعني موضوع هل ديسك هو صار اللي بيقوم بمهام الكيبلينج بقلب المبنى، السويتش الصغير اللي بقلب منه مثلا 20 25 نقطه للموظفين اللي بالمكتب. مجال الشبكات صار معتمد بس على الداتا سنتر، حتى للامازون وكلاود، وخلينا نكون واقعيين، صعب كتير انت تفوت فيه اذا مالك مبني من الصفر معهم. فاطلعوا من مجال الشبكات، روحوا للكلاود، روحوا لمجال البرمجه اللي هو مطلوب بشكل رهيب، موضوع الاي اي، موضوع الاي او تي، هدول المجالات. السايبر سيكيورتي كمان كتير مطلوب. مجال الشبكات للاسف ما عاد مثل الاول مطلوب. والله صار لي سنتين عم بحكي هيك، بس ما بعرف ليش لسه بتلاقي لك يا جماعه. روحوا شوفوا، بس افتح جوجل اكتب انه شو التقنيات المطلوبه من هون ل 2025، ببين معك يعني مثل ما عم تحكي هلا. انا من العالم اللي ما سمعتك، لا جيت لاوروبا شفت بعيني كلامتك. لا والله، لانه ليك نحن في عنا قصه، انك انت بتكون عم تشتغل ومأمن وامورك تمام وعم تشوف انت فرصك. يعني ما كنت عم طلع انا للسفر لاوروبا لحتى انه خلص ايه برا هيك مطلوب. ايه نحن بينما سوريا طبق الكلاود، والله بدها 50 سنه على البنى التحتيه تبعها. للاسف سوريا رايحه للكلاود، تمام. مو للاسف، الحمد لله يعني، بس يعني المشكله انه العالم موجوده، تمام. حتلاقي حاله فجاه صار عندها جاب. حتى على موضوع الهلب ديسك اليوم، يعني كثير تلاقي عالم عم تحضر انه اي تي هيلب ديسك، انا بده يصير اي تي هيلب ديسك. كنا مو عارفين انه اليوم التوجه نحو سيرفيس ديسك، ومو حيالله سيرفيس ديسك، يعني وان سيرفيس ديسك ممكن يغطي اوروبا كلياتها باربع خمس موظفين ريموتلي بيعملوا كل شيء يعني. فحتى تمام، اغلبيه موظفين السيرفيس ديسك لكل الشركات اللي موجوده باوروبا، حتى تصور البنوك والدولة هن وين موجودين؟ وين تتوقع موجودين؟ بالغالب صربيا. تمام، يا ريت. هدول ممكن جزء بالهند. تماما. يعني بيقول لك انا بيقول لك ب $150 بجيب واحد بيشتغل 10 ساعات، تمام؟ ايه، وهو شو هو بده يكون قدامه بورتال اللي هي موجوده على الكلاود بيحل لك كل مشاكلك عليها، وبيكون معه 40 شهاده مايكروسوفت وسي سي ان اي وما بعرف شو. طبعا الهنود فظيعين يعني، وطبعا الهنود بتلاقيه انا الشخص اللي درسني قلت لك راتبه 7000 يورو، هذا الشخص ما معه شهاده جامعيه، هذا من هو عمره 16 سنه بيدرس برمجه، تمام. وكمل بعدين عمل شهادات ودرس، تمام. وهو تيم ليد يعني بشركه عندها 120 فرع، 7000 موظف، تخيل. وجابوه من الهند لهون وعم بيدفعوا له اجار بيته، وعم بيدفعوا له تكاليف سفره لبلده للزياره تبعه، تمام. وبنرجع لنقطه، ما معه شهاده جامعه اللي نحن للاسف فنينا عمرنا فيها للاسف، تمام. والله بعرف كثير امثله اذا بدي احكي ما بخلص لبكره. طيب، بس الصوت عم يقطش. ايه، عمول بعرف كتير يعني بعرف كتير أمثلة عن نفس هذا، بس إذا بدنا نحكيهم ما بنخلص لبكرة أكيد. خلينا طيب نكمل معناتها بالأسئلة تبع أعضاء الجروب. هل يمكن العمل إذا كان متخرج من سوريا وتم تعديل الشهادة بألمانيا؟ يعني هل بيعطيه فرصة أفضل إذا عدل شهادته بألمانيا، مثل مثلا طلع سنة خامسة أو سنة رابعة كمل هناك أخذ الشهادة؟ لا، ما كثير بتهم. رجعنا لنفس القصة طرحناها كذا مرة. طيب، كان في سؤال حلو بالأسئلة، عم بيقول لك أي أفضل إني أعمل دورات بالشبكات؟ هلا نحن قلنا الشبكات شيلوها على جنب، ركزوا على الترندز اليوم اللي عم تنطلب بأوروبا. فرضا أي أفضل، أعمل دورات بالكلاود مثلا، طور حالي، أو كمل دراسة بجامعات أوروبا؟ مين ممكن يفتح لي باب للعمل أكثر؟ يعني بنرجع نحن على موضوع الشهاده، تمام. هلا شغله من الشغلات اللي انت بس تدرس بجامعات اوروبا، انت رح تنصدم انك حتلاقي اللي انت بدك تدرسه بالكلاود لحالك حتلاقي مواد موجوده عندك بالجامعه، تمام. فانت
لساتك صغير بالعمر، يعني القصة هي لها كتير محددات، إنه أنا أكمل بالجامعة ولا بلش شغل. يعني بالنسبة لعمري أنا، تمام، أرجع أنا أدرس ماجستير هون، تمام، اللي هو بالسايبر سيكوريتي، مشان والله أقضي سنتين وبدي سنة من بيناتهم لغة، ثلاث سنين لبين ما أخذ شهادة ماستر بالسيكوريتي، ماستر بالسايبر سيكوريتي، ولا أنا خلال سنة ممكن أخذ ثلاث شهادات، تمام، من أي مزود لهي الشهادات، خلينا بغض النظر عن الشركة منهم، تمام، أنا ممكن تعطيني فرصة لأشتغل ثلاث شهادات مثلا من فورتينيت، تمام، بمجال السيكوريتي، ولا شهادة ماستر؟ لا طبعا ثلاث شهادات حتكون أفضل لي بالنسبة لعمري، بس أنا لساتني أنا جديد، يعني صغير بالعمر، تمام، وعندي فرصة أني كمل دراسة. يعني مثل ما قلت أنت، أنا سنة ثالثة أو رابعة، لا ما غلط، تعال كمل دراستك، تمام، ولاحق على الشغل، كمل دراستك وبتعمل كورسات بعد منها، والشغل هون ما له صعب أني أنا لاقي شغل، تمام، يعني أسهل من أني لاقي شغل، أنت بس قول بدي أشتغل. عندهم نقص رهيب، يعني يعني مثال هديك اليوم، الشرطة، تمام، الشرطة طالبة مهندسين لهم علاقة بالكلاود، وعاملة عروض بتخوف، يعني بتحس حالك أنت تبع بلاك فرايدي، تعال توظف عنا وخذ هالأوفر. أنت هيك عم تشهي كل العالم بكرة تقطع تذكرة وتطلع على أوروبا. لأقول لك ليش، لأنه للأسف أنا من العالم اللي عانيت لحتى حصلت على شغل بسوريا. حتى أنا كنت بس روح أشتغل لقطاعات خاصة، تمام، لحالي، تمام، بالنهاية اتبع مزاجية، وما بدي إياك روح بيجي مية بدالك. هون معروف، نحن بدنا المية، هون ما في عنا عالم، تمام. تعرف يمكن هي الصعوبة اليوم هي إنك كيف تصل على أوروبا، مشان هيك أنت عم تلاقي الأسئلة أكترتها إنه ماستر، ولا يعني اليوم الفيزا الدراسية يمكن هي من إذا مو أسهل، يعني الأسهل إنك تطلع فيها على أوروبا، أو إذا في عقد عمل بالتأكيد مثل ما أنت حكيت، وحتى تحصل هلا على عقد عمل. ليك أنا السؤال اللي هن قصدهم فيه، انه انا اذا جبت قبول ماستر ودفعت قسط لهالجامعه مشان تعطيني فيزا وبس وصلت كب الجامعه، تمام، وروح اقدم على اقامه مثل ما هالعالم عم تقدم وبلش حياتي، ولا كمل دراسه؟ طيب هذا الشيء بيحكم، انت معك مصاري تكمل دراستك، تمام، وممكن بعدين تاخذ شغل وتقلب اقامتك لاقامه عمل. اذا ما معك مصاري، طيب ليش عم تسال هذا السؤال؟ انت لا، بالنهايه وصال، تمام، روح قدم على إقامة مثل ما هالعالم عم تقدم، تمام، وبعدين ممكن ترجع تكمل دراستك، وبعد يعني أنت أمن أنك توصل، تمام، هاي القصص أنت بس وصلت حتلاقي جوابها لحالك، وبالنهاية أنت اللي بدك تجاوب عليها. بس أنا أقول لك أنك لأنه معك شهادة جامعة بتعطيك فرصة أكتر، لأنه معك شهادات بالتخصص، شهادات التخصص تعطيك فرصة أكتر. تماما، ممتاز. هلأ خلينا نكون واضحين مع الكل بهالنقطة هيدي، مشان تكون يعني على مبدأ مالنا غربة، خلص نحكي دج، سؤالي هيك أنا بجاوبك هيك، تماما. لا لا، لازم نكون واقعيين بالنهاية، يعني ما يعني إحنا اليوم أنا شو نايل لي ولا أنت شو نايل لك اليوم من نطلعوا على أوروبا؟ صحيح، يعني أقل فصل تكلفته 3000 يورو، أقل فصل ب 3000 يورو، أنت معك تكمل سنتين ولا ثلاثة، تمام، كمل. نعم، بس عم شوف منيح عم يطلعوا على منح دراسية نوعا ما. هلا اقول هيدي والله المنح صعبه، بس اللي انا شفته، يعني انا لي صديق ما صار له تقريبا 15 يوم اخذ قبول جامعي ببلغاريا، يعني سهله كانت، ما كانت صعبه كتير بالنسبه له، بس على حسابه في بلغاريا يعني في جورجيا وفي موجوده، تمام، معك مصاري طلع هنغاريا، تمام، بتلاقي فرص، يعني بتلاقي فرص، والبلد كمان عندنا ما مو انعدمت الفرص فيها، اكيد، بس يعني نحن بالنهاية عم نحكي للي ناوي يطلع، تماما، ما هو هذا يعني هي الجلسة للي ناوي أو حاطط بباله هيك، خلص 100% أنا يعني ما بدي تبع أنه عم نشجع العالم يطلع، عم نشجع، لا لا أبدا أبدا، بالعكس، خسارة للبلد قبل ما يكون خسارة لأي شيء، يعني فأكيد أكيد بهالنقطة هيدي. طيب في سؤال عم بيقول بأي بلدان أوروبا بتنصح أكتر شيء من ناحية الرواتب والمعيشة والشغل؟ السؤال كتير صعب بشكل لأنه بالنهاية أنت وين، يعني هلأ يعني اللي سأل السؤال بتحس إنه هو قدامه أوروبا مفتوحة وأنا وين ما بدي بروح يعني هي كتير صعبة، بس هلأ بالنهاية مين الأحسن بالرواتب؟
هي سويسرا، السبب انه ضرائبها شبه معدومه، خلينا نعتبر يعني الرواتب كلياتها تقريبا عم تكون بتناسب الحياه المعيشيه بهي البلد، تمام. بس رجع اختلاف شو الضرائب اللي موجوده، تمام. هولندا هي من اعلى الدول اللي بتاخذ ضرائب، يعني انت تقريبا خلينا نقول في عندك 50%، هو 49% بيوصل تقريبا الراتب تبعك، الضريبة على الراتب الدخل تبعك. فأنت تخيل أنك أنت راتبك 5000 بيصلك 2500 منه، تمام. بس هو كحياة معيشية خلينا نقول جيد، ما له سيء، تمام. بس أنت ممكن تطلع لسويسرا يعطوك 3500 بس ما بيأخذوا منهم شيء. ممكن تطلع لبلجيكا، تمام، نسبة الضرائب أقل. ألمانيا ممكن يعطوك بس 2200 بس أنه تلاقيهم كلياتهم ضلوا معك. فهذا سؤال صعب بالنهاية، أنت لوين في حسنان تطلع، وين أنت لقيت فرصة، تمام. وأنت ممكن تكون موجود عايش ببلد وعم تشتغل لشركة ببلد تاني. بنرجع نحن الحدود مجال الاي تي نسوى، ما في أنا شيء اسمه أنه طلعت على البلد أنا بدي أشتغل بالبلد. أنا بس وصلت لهي القارة أنا قابل أني أشتغل بأي دولة فيها، تماما. طيب عندك شي فكرة عن الحكي بأميركا، شو الوضع بفرص العمل بأميركا ولا بس بأوروبا حاليا؟ هلا بأميركا لا، ما يعني ما راح احكي، بس يعني صديق واحد بس حكاني عم يحاول ينهي اموره بأميركا وينزل على اوروبا. واو. بسبب الرواتب عالية، بس في عندهم موضوع هنيك، موضوع التكافل الاجتماعي ما له موجود بأميركا. هنيك تمام، انت هنيك ما اشتغلت نمت بالشارع، انت تركت الشغل تبعك، تمام، جعت، اولادك ما عاد يحسنوا يدرسوا بالمدارس. بينما النظام باوروبا بشكل عام، تمام، انت صار معك مشكله، يعني خاصه وقت الكورونا في عالم اللي صاروا هومليس موجودين بامريكا، تمام. مثلا خلينا نقول باوروبا انت تركت شغلك بسبب صاحب الشغل مشاك، مو انت تركت شغلك، هذا في موضوع خلينا نحطه ببالنا. صاحب الشغل مشاك لاي اسباب اقتصاديه عنده او اي سبب هو مقتنع فيه، تمام. انت في دوله ممكن تخليك عم تاكل وتشرب، تمام، لبين ما ترجع تلاقي فرصه ثانيه، بتدعمك دورات، بتدعمك، بتتواصل لك هي مع شركات لشغلك. فهذا الموضوع بس اللي بيفرق، تمام. حلو كتير. تمام، حلو كتير. بالمحور الثالث، المجالات التقنية بأوروبا، هل في إمكانية أو مرق معك حالات إنه في شخص قاعد بسوريا يحصل على عقد عمل بأوروبا؟ يمكن طبعا كتير. هذا تمام، خلص أظنه جاوبنا. غير البلد على لينكد إن، تمام، وظبط بروفايل لينكد إن تبعك وحتلاقي إجاك عروض. تمام. هل التطوع مهم بحصولي على عمل بأوروبا من خبرتك؟ طبعا هو مهم، مو على حصول عمل، لأفهم البلد وافهم المجتمع وابني كونكشنز، هي اهم شغله. يعني بالنهايه انا وانت كيف تعرفنا على بعض، تمام، خلينا نعتبر عن طريق الفيسبوك، مزبوط، تمام. انا بروح على لينكد ان، اي حدا ضمن مجالي بعمل كونكشن معه، صار في عندي كونكشن. بنفس الوقت ما بدي يكون كله فيرتشوال، بدي يكون شيء على ارض الواقع. أنا ممكن طبيب أتعرف عليه، ولا مهندس، ولا موظف بأي مجال، يكون هو عنده معرفة بحدا بشركات تانية. فأنا التطوع تبعي هو لابني مجتمعي الجديد، تمام، مو هو إذا مالي متطوع ما بيعطوني فرصة عمل. لا، التطوع بيساعدك على تحصل لفرصة عمل، بس مو هو السبب الرئيسي إنك تلاقي فرصة عمل. أنت عم تحكي عن تطوع بأوروبا ولا التطوع بالبلد اللي أنا فيها؟ يعني مثلا تطوع بسوريا ولا تطوع بأوروبا بس وصل؟ هلا انا فهمت السؤال انه انا بس وصل على التطوع بأوروبا. اذا بدنا نحكي عن التطوع بسوريا، هو مهم، هو مهم اذا انت سيفيتك فاضيه، شو بدك تعبيها اذا ما عم تلاقي شغل؟ عبيها، تمام. اذا انت عندك خبره ومتوظف لك بثلاث اربع اراني وعندك سنين خبره، التطوع يعني رجع هذا رغبه شخصيه. إذا سيفيتك مرتبة، بس إذا سيفيتك فاضية، لا، ما في مشكلة. يعني أظن أجانب ينظروا لك كآد أون لهي القصة، صح؟ إنه أنت اليوم عم تخدم مجتمعك مثل ما هن، يعني عندهم نفس التكتيك بالمجتمع تبعهم هالقصة. ليك، نحكي على بساط أحمدي، هذا حكي جرايد.
لانه هن بذاتهم اذا ما جايهم فائده من التطوع تبعهم الا الكبار بالعمر المتقاعدين اللي ما عندهم شيء يساووا ما بيشتغلوا شيء تطوعي. تمام، يعني بالنهايه بده فائده، وممكن تكون الفائده تبعه اللي هي مثل ما قلت لك انا ساوي كونكشنز. اما انه هن ينظروا لاني انا كنت مثلا والله انا مالي شاغل مره حياتي مقضيها كلياتها تطوع، هل التطوع فادك من خبرتك العمليه؟ تمام، بس يعني مثلا انا مهندس معلوماتيه ولا متطوع مؤسسه بتساوي طبخ وهي القصص، هو شو استفاد منه؟ ولا شيء، بس قدم شيء بس مو بالمجال نفسه. بس هي التطوع انا مو بظن، متاكد انه هي علامه اضافيه لما بتقدم على منح ماستر بالجامعات. ف ايه للدراسه ايه ايه هذا موضوع ثاني، بس عم لك بالشغل ما كتير بيطلعوا عليه، بس اما ممكن ايه انه انا بدي ادرس بدي اخذ منحه واطلع ادرس برا وارجع فيد بلدي. تمام، هن هيك تماما اوكي. طيب اظن بقيه الاسئله غالبا جاوبنا عليهم. اذا سافرت وشهادتي معي ممكن حدا يشغلني بشهادتي، حكينا عن السكيلز اللي لازم تكون مطلوبه، اهميه تعديل الشهاده حكينا عليها اول شيء، هل يوجد ترتيب معين بالشغل يعني نبحث عن فرصه تطوع ولا عمل ولا شلون، كمان يمكن حكينا عنها. اعرف انه باوروبا ما بيعترفوا بشيء موجود بالسيره الذاتيه بدون شهاده معترف عليها، كمان يمكن حكيت عن هي القصة. صح. تمام، هل أكمل دراسة ماستر أو أبدأ العمل أو أحصل شهادات دولية، كمان بظن حكينا عن هي القصة. طيب بقيان سلايد واحد رح أجاوب عليه على السريع. بمجال عمل مهندسي اتصالات سواء تخطيط راديوي أو لاسلكية، معرفة تضاريس البيئة والمواقع كذا إلى آخره، طوبولوجيا الخدمة. تمام، هذا الموضوع يعتبر عائق في مجال العمل مع زيادة سن عملك، هل هذا الشيء يعتبر خبرة؟ أكيد يعتبر خبرة، لكن هي النقطة وين؟ اليوم إذا أنت عم تشتغل بشركات خلينا نقول مثلا معروفة عالميا أو مثل مزودين خدمة أو كذا، هذا الشيء أكيد بيفيدك. بس بترجع لنفس النقطة، هو أنت كيف تبني بروفايلك وتحط فيه السكيلز اللي أنت عم تشتغل فيها. يعني اليوم عم أقدم على فرصة عمل بدي أشوف شو السكيلز المطلوبة، قديش في شيء مطابق ببروفايلي، وعلى هذا الأساس بشتغل. في كتير سؤال بنسأل إنه أنا اليوم عم أدرس هندسة اتصالات وبدي أكمل اتصالات، شو بدي أشتغل برا؟ هلا برا في 100 شغلة بأوروبا بشكل عام، بس اليوم كنت انتبهوا إنه مثل ما حكى زميلي إنه أنت مشتغل مايكروتيك أو مشتغل سيسكو أو مشتغل مثلا دي لينك أو تي بي لينك، شو بعرفني هالقصص هيدي. فقديش هي القصص مهمة برا؟ هي اليوم برا انت اليوم عم تحكي عن اوروبا بشركات، شركات هي بتصنع، هي بتقدم لك الخدمة. نحن بسوريا او البلدان العربية نحن بسمونا سيرفيس اوبريتر، يعني منشغل هي الخدمة. لما تطلع لبرا بدك تفكر من منظور تاني، هو ان هدول الناس هن اللي بيصنعوا هي الخدمة. يعني مثلا اذا بدنا نفوت بالاتصالات، بدنا نفوت مثلا باللغات اللي عم تستخدم لحتى تبني فيها systems و solutions. اللي أنا بعرف كتير أصدقاء لي معي كانوا من أيام الجامعة عم يشتغلوا بشغلات تقنية يعني كتير ديتيل، يعني مثلا بالبي سي بي بورتس مثلا بيشتغلوا بالفي اتش دي ال، بيشتغلوا بالبايثون، بيشتغلوا يعني قصص شركات هي عم تصنع. وبالتالي بدك تجي أنت من هذا المنطلق، يعني ما تخلي عقلك إنه أنا بجيب برنامج وبعرف أشتغل عليه، لا، بدك تفهم هذا البرنامج من وين إجا وكيف اشتغل وكيف وصل، هي القصص اللي بدك تأثر فيها. فالمجالات مفتوحة بأوروبا سواء اللاسلكية سواء تصوروا، أنا عندي صديق بيشتغل بالتلفزيون بالبث الأرضي لهلا بالديجيتال تي في برودكاستينج، يعني لهلا في بألمانيا الزلمة. فلهلا في المجالات مطلوبة، لكن قديش أنت مخك نظيف هي اللعبة، مو اللعبة بالشيء اللي انت عم تشتغله. طيب هل الخبرة ضرورية؟ حكينا عنها اظن، هذا اخر سلايد. طيب حنفتح المجال من بعد اذنك لاي حدا بيحب يسأل سؤالين او ثلاثة صوت، وبعدين في سؤال كان ممكن نعرف قديش بدنا وقت لحتى نتقن مجال عمل مثل الكلاود، او كان السؤال بشكل تاني عند اي مستوى بشهادات الكلاود ممكن احصل على وظيفه، يعني مثلا اذا بدي ادرس كلاود. هلا اغلبيه الاسوشيات ليفل عم يتوظف كشيء بسموه جينيور،
تمام، يعني خلينا نقول بالمرحلة الأولى، يعني أنت اعتبر حالك إذا خلصت هذا الليفل سهل تلاقي وظيفة. بالعكس، أنت كل ما طلع الليفل تبعك، تمام، خلينا متفقين على شغلة إنك أنت بتصير خلينا نقول عدد الفرص المطلوبة أقل، لأنه صار هذا منصب حساس، يعني ما حيسلموه لمين ما كان. فأنت وصل لهذا المستوى الأول وبلش شغل، تمام، ابني سنين خبرة، وانت عم تبني السنين الخبرة تكون عم تطلع بالليفلز تبعك، تمام، بصير سهل انك يعني تنتقل من وظيفة لأعلى من وظيفة لأعلى. يعني انا في شخص الله يذكره بالخير هو اللي فوتني بهذا المجال، اسمه حسام الحسن. هذا الشخص شو قال لي؟ قال لي الاسوشيات ليفل، تمام، مع خبرة 3 سنين تعادل البروفيشنال. أما أنت يكون معك شهادة البروفيشنال مباشرة وما معك ولا سنت خبرة، قال لي أنا ما بوظفك غير جينيور عندي، تمام، لحتى تثبت لي أنك أنت بروفيشنال مرحلة الجينيور، أنا ممكن أنقلك للبوزيشن الأعلى. تمام، جميل. يعني ما في حطك مباشرة بهذا البوزيشن، بس أنت صار موضوع البروموشن تبعك أنك تتطور أسرع. تمام، حلو كتير. طيب هناخذ الاسئله بس تكون مختصره وباسرع ما يمكن اذا سمحتوا. محمد احمد، يعطيك العافيه استاذ، اهلا وسهلا، تفضل. بس هلا في تفصيله ممكن ما مرينا عليها خلال الجلسه، هل نحن كونه عم نحكي اتصالات، يعني في ما يمكن ما تطرقنا على مجال الاتصالات الخليويه او مزودات الخدمه، فرص العمل بهي المجالات، ممكن شركات المقاسم أو هيك تفاصيل بأوروبا يمكن ما تطرقنا عليها، بس إذا في شوية معلومات عن الموضوع. بالنسبة لموضوع الاتصالات شكرا الخدمية كثير. اليوم، ما فينك تحكي جيل تاني وجيل تالت وما بعرف شو. أصلا حتى الجيل التاني اليوم مثلا بدول مثل الإمارات بلشوا يعملوا مثل شت داون، حتى قريت 3G عم ينعمل له شت داون ببعض البلدان. فبدك تركز، بدك تركز على الجيل الخامس، واليوم الجيل الخامس كمان مبني على الكلاود، يعني بالاس دي ان وبالكلاود وبالان في وهالقصص هيدي. فرجعنا لنفس النقطه اللي انحكى فيها بالجلسه. كمقاسم موجود شغل، كمان بعرف مهندس بيشتغل بالمقاسم الهاتفيه، لكن المقاسم بتختلف كشركات. يعني في 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 شركات اوروبيه بيصنعوا مقاسم، يعني انا مثلا طلعت على المانيا اتصور في شركات هنيك يعني ضياع موجوده، لكن بتصنع لكل دول العالم مقاسم هاتفيه صغيره بتقنيه المانيه بحته. يعني شو يعني المانيه بحته؟ بتحسه معقد جدا الجهاز، لكن يعني روبوست بشكل فظيع، يعني ستيبل بشكل هائل. فموجود موجود، بس بدك تعتمد على يعني الاساس الهندسي، وليس يعني تحشر حالك او تحصر حالك بفندر معين بشركه معينه. لا تحصر حالك بشركه، خليك يعني جينيريك بيسموه، يعني بالعموميات بالمقاسم الهاتفيه مثلا او بالمقاسم الخليويه. حتى بجيل الخامس بدك تفوت بالكلاود اجباري، يعني لا مجال لهيدي النقطه. وبعدين اليوم عم يطلعوا لمجال الماسيف اي او تي، ولا يعني كله متصل ببعضه، ما في يعني. فعلى كل الاحوال ممكن نعمل جلسه يعني عن موضوع الاتصالات برا البلد. هلا اول زميلي محمد اكثر معلوماتيه بشبكات وكلاود وسايبر، انا اكثر شوي اتصالات، فبركي نعمل جلسه عن الاتصالات هيك مختصه ان شاء الله. طيب اتمنى اكون جاوبت. شكرا كثير استاذك، ان شاء الله. شكرا كثير لك. بعيوني حبيب قلبي. احمد علوش اذا سمحت، تفضل. طيب احمد مو هون. بشر دلول اذا سمحت، تفضل. الله يسعد مساكم يا رب. مساك يا رب، تفضل. انا حابب بس زود يعني اضافات عن الشيء اللي قاله الاستاذ محمد. هلا انا متواجد بدبي، تمام. الفكره اللي ما دائما العالم بالشام عم يروحوا يتطرقوا لها وعم يفكروا فيها دائما، انه الاشخاص لما عم يروحوا يجوا يقولوا انه مثلا ما في شغل، ان كان برات سوريا ولا ان كان بالامارات ولا باوروبا. الاشخاص هي بتكون يلي عم يسمعوا منهم انه هن ما بيلاقوا شغل، عم يكونوا ما عندهم البنيه التحتيه،
عرفت علي كيف؟ فأنا بس حابب أنه زود يعني إضافات عن الشيء اللي حكاها، أنه هو الأشخاص هون عم يكون أهم شيء ثلاث شغلات لازم يكون متوفر عندهم، اللي هي موضوع اللغة، الشغلة الثانية الخبرة، الشغلة الثانية اللي حكى عنها الأستاذ محمد هي الكوميونيكيشن، صح، هي أنه يكون عندك مجتمع تحسن توصل له. اللي هو فهدول هذا إذا الثلاثة هن الأشخاص اللي عم يجوا لهون ما بيكون عندهم متوفر تنتين من هدول الثلاثة، 100% عرفت علي كيف؟ 100%. وبتيجي فأنا بتلاقي كثير ضروري أنه زودها. بتلاقي لك 1000 بوست ما عم نلاقي شغل، وهو يعني ما اشتغل شيء اصلا لحتى يلاقي ايوه شغل بالامارات. الله لا، للاسف تلاقي حتى ما فتح دور شلون بدي الاقي شغل. صح. يعني في موضوع السؤال اللي طلع براسي يا اخي جوجله، بتلاقي 100 واحد سائل حاله نفس السؤال، بلش هو بيعطيك المفتاح الطريق. صح، تمام. هلا انا بس انا في سؤال بدي اساله يا استاذ محمد. تفضل. هلا الفرق انه بموضوع اذا رحنا نحن على مجال العمل باوروبا، انا اول مره الصراحه انصدمت من كلمه انه في سيستم الحجي يعني الصراحه باوروبا، لانه هو متواجد الصراحه بالامارات، يعني هي ما كنت بعرفها انه موجوده حتى باوروبا. يعني انا كرمال استهدف الشركات الصح، او استهدف الشركات اللي هو شافها بعينه انه قدم عليها، انه هي ممكن تقبل وافدين من برا. ففي اسماء معينه ممكن، او في شركات ممكن يتم نصيحته من عن طريقه او كذا، او بس يخبرنا عنها. هلا مشكلة انه هون في الاف الشركات، وانا حكيت انه هي ما لها شركات، خلينا نعتبر انه هي لانه عندها مباني وعندها كذا، انت بس تساوي بروفايلك على لينكد ان، تمام، وتبلش تدور على شيء له علاقه ماتش مع الوظيفه تبعك او هن يبعثوا لك، بتاخذ اسم الشركه، تمام، بتروح بتفوت على الويب سايت تبعها. هون مجبوره كل شركه تساوي بروفايل لها على الويب سايت، بتشوف عدد الموظفين تقريبا، عدد الفروع، فانت من هون بتعرف حالك انت هاي الشركة اللي حقدم عليها هل هي شركة كبيرة ولا شركة صغيرة. هلا مثال عندك شركة شيل، تمام، في موضوع انه كمان العالم ما تقول انه انا بس شركة اي تي اللي بدي اروح عليها، يعني في شركات كتير هي مجال التخصص بالطاقة بالنفط، ممكن صناعي، بس هي لازمها جيش من الاي تي لحتى يشغلها، لانه كلها بتعتمد على موضوع الاي تي. فانت مثلا عندك شركة شيل، عندك شركة اكستنشر، عندك شركة اس بي ام اوف شور، هدول شركات طبعا موزعة بكل اوروبا، وحتى في لهم فروع بدبي وبامريكا. بس بالنهاية انت ساوي بروفايلك، بس تلاقي هاي الشركة انا بدي اقدم عليها، انت بدك تروح تعمل بحث عن هاي الشركة لتشوف هل هي حتى بتناسبك انك انت تشتغل فيها ولا لا. يعني في شركات ممكن تجي تلاقي بحاطة شروط، تمام، انك انت ما بتناسبك، انا ما عندي مشكله فيها. يعني خليني اقول مثلا في عندك شركات من اول ما بتفوت من الباب عندهم علم المثليه، هذا موجود، انت ممنوع تعترض ولا تحكي ولا تضحك ولا تعبر عن هذا الموضوع انه بيزعجك ولا لا. تمام يا اخي، مثلا ممكن تكون هاي البيئه ما بتناسبني انا اشتغل فيها، تمام، فانت لازم تعمل بحثك حتى عن الشركه اللي انت بدك تقدم عليها، او حتى الشركه اللي بعتت لك عرض توظيف هل انا بتوافقني ولا لا. وهون انت بتعرف هي شركه كبيره ولا صغيره. يعني الشركات الكبيره عم ترضى انه تاخذ وافدين من برا؟ اكيد. تمام، بتشكرك كثير. شكرا كثير. بتشكرك بشر. العيال اذا سمحتي. طيب يبدو ليال مو هون. مجد، مجد علي، تفضل. مساء الخير. مساء النور، تفضلي. مساء النور. بالبداية شكرا كثير لكم. سؤالي انه نحن حاليا يعني اكيد مجال الاي اي ومجال الداتا هو شيء كثير حلو انه نحن نختص فيه، بس صراحة اللي عم بصير انه بسوريا هو ابدا ما هو موجود، ولا حتى الكلاود، ولا حتى باي شركة. أوكي، يعني أنا كان خوفي بهالموضوع إنه طيب حتى لو نحن اشتغلنا على حالنا بموضوع كورسات أو دورات، طيب إنه بس بتصير إنه نحن ما حيكون عندنا خبرة بهذا المجال، هو شيء كثير صعب. طب كيف ممكن نغطي هذا الشيء الكبير؟ يعني أنا إذا عم بشتغل بمجال ثاني تماماً بسوريا هو ما له علاقة، وحابة إني أعمل شيء كبير مثلاً للكلاود أو للديتا ساينس، طيب كيف ممكن غطي هي النقلة، أو شو ممكن أحكي عنها، ولا مثلا ممكن تفيدني إنه أنا ممكن أذكر على لينكدإن إنه أنا عندي خبرة صغيرة بهذا المجال،
وسؤالي الثاني إنه هي بتنطلب شهادات الخبرة عادة في الشركات اللي نحن شغالين فيها قبل بسوريا، أو ما بدأوا على شهادة الخبرة، هم بدأوا على المعلومات اللي نحن بنعرفها؟ وشكرا كثير لكم. هلا الشق الثاني من السؤال موضوع شهادة الخبرة، ما حدا طلب مني شهادة خبرة، بس بيطلبوا ريفرنس، وممكن هن يتواصلوا مع الريفرنس. تمام، هن بالنسبة لهم الحكي اللي أنت عم تحكيه هو الصح، والريفرنس ممكن يرجعوا لهم بس لحتى يسألوهم كم سؤال عنك، فبدك تكون جاهزة في عندك ريفرنس ممكن يسألوهم كيف أنك أنت تستفادي. يعني بالنهاية نحن حكينا هذا الوضع اللي هو موضوع أو دراسة الكلاود للأشخاص اللي ناوية تطلع، أنت حابة تبلشي فيها هلأ مشان تطلعي لبرا، بلشي فيها بغض النظر أنت هلأ شو عم تشتغلي. تمام، وما غلط أنك أنت تعملي شيفت كارير عادي. أنا غيرت الاختصاص كلياته، أنا هلأ كنت شبكات، تمام، هلأ عم ضيف الكلاود، فما في مشكلة. ما هنن بدك تحسبي أنت كل الاي تي بعد ظهور الكلاود عمل شيفت كارير، فهذا الوضع الطبيعي تبعك ما في مشكلة. بس إذا أنت حابة تضلي بسوريا أو ما في مجال لحتى تطلعي، خليكي أنت على السوق اللي أنت موجودة فيه مطلوب. يعني إحنا حكينا السوق الأوروبية شو لازمه، فأنت على حسب وين موجودة بدك تلحقي السوق اللي أنت فيه. بس إنك أنت تعملي شيفت كارير وتذكريه بعدين باللينكد إن، هذا شيء طبيعي وأكيد ما في مشكلة. تمام، شكرا لك. شكرا لأيان. مجد علي إذا سمحت. بس كده عافية أستاذ، كيف؟ الله يعافيك يا رب، تفضل. أستاذ حضرتك تطرقت للموضوع الحصول على عقد عمل، ونحن مثلا هون بسوريا قلت أنه بما يتعلق بالتعديل على البروفايل والبلد وأنه كان شيء ضروري هو. تفضل أستاذ محمد. هلأ هو مو الشركة لأنك بسوريا تمام بتقوم ترفض البروفايل تبعك، هلا هي خوارزميه هي مطبقه اللينكد ان، انا ما بعرف ايه شو الوضع، فانه انت لانه محطوط اللوكيشن تبعك بسوريا انت ما بتظهر للشركات. ممكن يعني انا تمام لان لا انا اعمل لك هي، حكيت مع شركه ريكروتينج هوم موجوده، تمام، يعني هن بدهم عالم موجوده بسوريا، تمام، فما بيظهر لهم بروفايلات، فهن صاروا يضطروا اوقات انه هن يعملوا سيرش بايدهم. بس بمجرد ما الاشخاص عم تغير الدوله اللي هي موجوده فيها، ممكن تحط الامارات، ممكن تحط العراق، ممكن تحط لبنان، الاردن، حط انت حوالين سوريا، تمام، بتبلش انت تظهر لهي الشركات. ممتاز. طب هذا العروض بياثر على رقم التليفون انا حاطه؟ انا حاط رقم تليفون سوري، هذا الشيء بياثر عليه ولا لا؟ تحط رقم، لا تحط رقم تليفون، يعني هن رقم التليفون، يعني لا تحط رقم تليفون، انت خلي دائما التواصل هو الايميل، يعني حتى هذا يعتبر بيرسونال، لا تحط رقم تليفون. ايوه، يعني بكفي التواصل على الايميل، ممكن من يطلب منك رقم واتساب او يكلمك مكالمه ولا بيمشي لا تصل لهي لا لا انت ما في مشكله انك تقول له انك انت حاليا موجود بسوريا. انا المرحله اللي حكيت عليها انك انت تصل للشركات، الشركات تشوف بروفايلك، ما انت تقول لهم والله انا عايش بلبنان، انا عايش بكذا، هذا اخر ما يهم. بعدين يعني ما في مشكله على هذا الموضوع، هن بالنهايه بس بدهم يتواصلوا معك. قبل ما يتواصلوا على الايميل هن حيتواصلوا معك على الانبوكس اللي باللينكد ان. طيب شكرا. هلا بما يتعلق بالسيرتيفيكيشن او الشهادات، ما حدا تطرق لكورسيرا؟ كلكم طرقتوا ليوديمي، برايك كورسيرا نفس السويه ولا اقل ولا يعني بتفيد؟ لا انا حكيت كورسيرا لا اكيد، بس ما بعرف اذا هو شغال بسوريا. يعني انا بتذكر وقت ما كنت بسوريا كنت اضطر على في بي ان. وفي عندك موضوع تاني انك انت كورسيرا اذا موجود بسوريا بدك تطلب شهاده للكورس اللي حضرته، بيطلب منك هويه او باسبور لترفعه، وللأسف إذا رفعت الباسبور السوري، يعني هي تجربة أنا بتذكرها، ما بعرف إذا غيروا، إذا رفعت الباسبور السوري ما بيعطوك الشهادة، بيرفضوا لك، بيخلوك تكمل الكورس بس ما بيعطوك الشهادة. ما بعرف إذا هذا الشيء تغير ولا لا. لا مشان الإفادة للجميع، إذا ما حدا عارفان في شيء اسمه منحة الشباب السوري، هلا عن جديد صارت بتمول لك موضوع الشهادة، وعم نحصل عليها صراحة، حصلت على شهادتين لحد الآن. كتير حلو، كتير حلو. سيريان يوث أسمبلي. حلو، انا عامل لك هذا الحكي من سنتين جربته. بس هلا كورسيرا، لا كورسيرا معترف عليه مثله مثل اليوديمي، مثل اللينكد ان، وهذا بكفي اني انا اكتب بالسي في بالبروفايل تبعي او بالسي في انه انا معي شهاده من كورسيرا، لازم يكون في اثبات ثاني؟ لا خلص، هن بالنهايه مالك فايت على فرع تحقيق،
انت هاي هاي القصه حطوها بباكون. هن بالنهايه انا عامل كورس تمام، يعني حيسالك فيه اذا هو مطلوب من خبره هذا الكورس بالوظيفه اللي انت مقدم عليها. طيب هلا الاستفسار الاخير ما يتعلق بالبلد الاوروبي، صراحه عندي التباس او مثل ما بيقولوا كونفيوزينج بين هولندا والمانيا، برايك بخبرتك معرفتك هناك يعني اين اسهل الحصول على عقد عمل عن بعد من هون؟ يعني مو عن بعد قصدي، وانا موجود بسوريا اين اسهل؟ والله يعني بالنهايه ما له علاقه هي لك، بس المشكله ايه لك شو الموضوع. هولندا اسهل من ناحيه ما بتطلب اللغه الهولنديه للعالم اللي بيشتغلوا عن بعد. المانيا اوقات عم تطلب انك تكون بتعرف شوية الألماني. ما قصدي عن بعد، ما قصدي اشتغل عن بعد، قصدي انه بدي اسافر على الشغل من سوريا، يعني عقد عمل انك انت بسوريا عقد عمل وانا عمل ايه، يعني احصل عقد عمل من سوريا. هلا انا الصراحه ما تواصل على لينكد ان، والاغلب ما يطلب بهولندا وبالمانيا، ما يطلبوا اللغه، يعني ما يطلبوا اللغه الهولنديه او ما يطلبوا اللغه الالمانيه. ف لا 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 ما بعرف ما بهولندا لا لا بهولندا الشركات اللي بتشتغل بمجال الاي تي ما حدا عم يطلب ولا يسال على اللغه الهولنديه. فممكن الشركات اللي انت تواصلت معهم هدول ليك، هدول بيكونوا الشركات الصغيره. ليش؟ لانه بيكونوا الموظفين تبعهم بس هولنديين، مشان هيك عم يطلب منك. الشركات الكبيره يعني بتفوت لجوا يمكن ما تلاقي لك 10% من الموظفين هن هولنديين. يعني برايك الحصول على عقد عمل بهولندا يعني اسهل من المانيا؟ المانيا اجباري لغه. لا انا هذا اللي سمعته، انا موجود بهولندا فانا عم خبرك على اللي شفته بالشركات هون. يعني برايك بسابر على موضوع هولندا ما في اشكال اذا بدي اعمل شيفت على جرمانيا او شيء؟ هاي مواضيع قانونيه لها علاقه بالاقامه تمام، ما بعرف فيها. انك انت اذا اجيت لهون بعقد عمل بدك ترجع تنزل على المانيا بعقد عمل، بدك ما قصدي ارجع، انا ما قصدي ارجع انزل المانيا، قصدي انا محتار ما بين انه بركز توجيهي على هولندا ولا بركز ولا بحول على توجيهي لالمانيا. فانا محتار بين، انا بقول لك شو، ركز توجيهك على الاثنين. انت حصل على فرصه شغل وما بتفرق هون ولا هون، بالنهايه الخبره خبره والحياه حياه، اوروبا كلها مثل بعضها. فانت خليك عم تقدم على الاثنين، ما بتعرف وين فرصتك بتجي. يعني ممكن في شركه صح. انترناشونال تكون موجوده بالمانيا، او الشاغر اللي بده اياه وبيناسبك موجود بالمانيا ما له موجود بهولندا، ليش تروح على حالك فرصه؟ انت قدم على الاثنين ومحل ما بتجيك فرصه خذ روح. ماشي ممتاز، شكرا كثير لك استاذ. شكرا مجد. اخر سؤالين من نور وآيا. نور اول شيء يعطيكم العافيه، شكرا كثير لكم. الله يعافيك. سؤالي هلا، انا تخرجت يعني من سنتين هندسه حواسيب واتمته، اشتغلت فتره على موضوع البرمجه ووردبريس على بي اتش بي وجافا سكريبت، وبعدين صرت أدرس ألماني، يعني صار معي مستوى جيد باللغة الألمانية اللي هو بي 1 من أصل السي 1. طيب يعني ممكن إني هذا الشيء يعني يساعدني أكثر حتى لاقي فرصة عمل بألمانيا أو بسويسرا أو بالنمسا؟ يعني اللغة الإنجليزية أوكي جيدة، بس لكن يعني صار مستوى اللغة الألمانية صار أعلى. إضافة لشغلة تانية إنه هلا عم بلش بالفلتر، يعني مشكلة انه اوكي يعني لما رحت مثلا انا قاسلت شركة قالوا لي بدنا مينيموم 3 سنين خبرة. طيب انا ما عندي 3 سنين خبرة، طيب في عندي مثلا مشروع عامله، طب شو هو يعني الفرق بين عدد سنين خبرة مع عدد المشاريع؟ يعني انا بجوز اعمل بالسنة مشروع، بجوز اعمل 5، بجوز اعمل 10، طيب شو هو الفارق بيناته؟ ومثل قلت يعني بس السؤال هو المهم انه يعني هل اللغه الالمانيه او لغه البلد اللي اطلع عليها اني الاقي فرصه عمل، بانه انا اذا حسنت مستواي اللغه بالالماني او مثلا الهولندي هذا الشيء افضل، ولا بالنسبه لهم خلاص انت اي تي خلاص انجليزي هو المهم؟ والله يعطيكم العافيه يا رب. الله يعافيك. هلا بالنسبه لموضوع اللغه، هلا انت انت راجع كمان لانه الشركه عم تقدم عليها تمام، يعني هاي الشركة اللي طلبت منك ألماني وطلبت منك 3 سنين خبرة تمام، البوزيشن هيك بده. في شركات ما بتطلب كتير سنين خبرة، في شركات بتقبل البروجكت. يعني راجع القصة لأنا شو الشركة اللي عم أقدم عليها، اللغة الإنجليزية ولا الألمانية؟ الإنجليزية هي بالدرجة الأولى تمام.
تمام، لأنك أنت إذا عم بتقدم على شركات انترناشنال، أنا هذا اللي حكيته إنه توجهوا للشركات الكبيرة، أنت رجع لبروفايل الشركة تأكد إنه هي شركة موجودة بكذا دولة بالعالم، موجودة عدد فروع كتير لإلها، فهي حتكون اللغة الإنجليزية هي بالدرجة الأولى. موضوع انك انت سنين خبرة ولا بروجكت، راجع عملك على حسب الشركة اللي انت عم تقدم عليها، بتقبل هي سنين خبرة ولا بتقبل ممكن المشاريع، وبعدين انك انت شاغل مشروعين ولا ثلاثة بالسنة، هي بالنهاية مو رقم. يعني انا من الاشخاص اللي ضليت سنتين على مشروع واحد، تمام، فمو هل مو هالمعنى انه انا مالي شاغل على حالي، بس في مشاريع هيك بتاكل وقت، في مشاريع بثلاث اشهر بتخلص، فهي ما القصة بشو هو المشروع، كيف عملت انت برزنتيشن عن هذا المشروع، كيف سوقت لشغلك. يعني هذا الموضوع هو اللي بيرجع بيعطيك فرصة انه مشروع كافي عن سنين الخبرة ولا لا. وبالنهاية مشروع انت مساوي لحالك، طبعا يعني انت مساوي كلاب خلينا نقول مسميه مشروع، هذا بيفرق عن انك انت المشروع شاغله لحدا بس مالك موظف عنده. يعني أغلبية المبرمجين بيشتغلوا مشاريع العالم بس ما لهم موظفين عندهم، فهو ما في يجيب شهادة خبرة من عنده. تمام. وبس إنه يعني كمستوى لغة ألماني مثلاً، إنه طور حالي باللغة الألمانية أكثر ممكن هذا الشيء يزيد فرصي أكثر، ولا إنه خلص ركز على الإنجليزي؟ لا لا لا، هلا من وجهة نظري أنت كآي تي روح على الإنجليزية هي الأهم. تمام تمام، سلم دياتكم، شكرا لكم. شكرا نور. آخر سؤال من آية. طيب آية مو هون. آخر سؤال من سامي، سامي المصري. يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضل. بس بالنسبة يمكن يكون سؤالي موجه شوي للأستاذ سامي بحكم الاختصاص، كمتخرج هندسة اتصالات وعم اشتغل فيها وبحب المجال، بتنصحني اني كمل شوي 5G، اقوي حالي، ادرس كلاود، مع ممكن لاقي فرص عمل برا بخصوص الاتصالات، ولا الواحد يلاقي غير مجال لانه فرص العمل بالاتصالات قد تكون برا يعني شوي معلوماتها حساسة، او يكون التخطيط الراديوي بده معرفة ببيئة البلد طبيعة البلد؟ لا لا لا، تخطيط الراديوي اليوم مبني على أسس، يعني اليوم أنت لازم تعرف كيف بتم التخطيط والضياعات واللوسز والباث لوس والقصص هيدي، ف يعني فينك تخطط للكونغو، فينك تخطط لأستراليا، نفس الشيء، ما دخل ضياعات البلد طالما عندك خريطة وعم تشتغل عليها. هلا بالنسبة لموضوع نعم، هي بس من ناحية إنه معرفة طبيعة البلد، الكثافة السكانية، لأنه بتعرف الأمور كثير تلعب يعني إلى علاقة داتا، هي كلياتها داتا عندك إياها، بيقدموا لك إياها وأنت بتبني على أساسها، لكن ليش أنت مهندس؟ لحتى تحول هاي الداتا لخريطة أو ل يعني لبريدكشن ماب أنت على أساسه تخطيت. يعني اليوم أنت بدون داتا ما فينك تعمل شيء، هي جزء من اليوم الداتا أناليسز والداتا هالقصص هيدي. المهم بالنسبة لموضوع اتصالات بشكل عام بي 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 بأوروبا، شو ما اختصيت ممكن تلاقي فرصة عمل، لأنه مثلا 5G مطلوب وموجود، الاتصالات اللاسلكية موجودة، حتى الميكروية، هلا الفضائية أكتر اليوم عم يروحوا باتجاه الفضائية اليوم كتكنولوجي. أنا برأيي اليوم كشخص اليوم مهندس اتصالات وحابب يكمل بهذا المجال، بدك تقرأ عن كل شيء، يعني حكما بدك تقرأ اتصالات فضائية وخليوية ولاسلكية وتأسس حالك بشكل كتير منيح، وشو فينك تحصل حصل، إذا فينك تدرس كلاود تدرس كلاود، لا تقصر يعني، لأنه اليوم أنت لما بتكون شخص متخصص بشغلة كتير صغيرة ففرص عملك حتكون كتير صغيرة بهذا الدومين، فلا لازم تقدم على أكبر مجال واسع ممكن. اليوم ما عاد في حرج إنه واحد اتصالات يقدم على برمجة أو يقدم على كلاود أو يقدم على واحد من الأسئلة اللي طرحناها وجاوبنا عليها، فكمل إذا أنت عندك شغف بهذا الدومين، بس لاحق شو الشغلات اللي عم تطلب بأوروبا. يعني اكتب مثلا على جوجل اليوم، فينك تكتب بكل بساطة شو هي فرص عمل مهندسين اتصالات بأوروبا، بألمانيا، بهولندا، بسويد، حتشوف بلاوي. أنا بذكر كنت باللوكسمبورغ، هي دولة كتير صغيرة يعني قد شو، يمكن قد دوما، لقيت ثلاث فرص هندسة بالاتصالات. هلا أكترها كانت مقاسم ولاسلكية، لكن موجود يعني قد ما راحت، يعني قد ما دور الواحد بلاقي. فلينكدين مثل ما حكى الأستاذ محمد، خلي بروفايلك يكون شوي واسع، لا تحصر حالك بالخليوي وبالتخطيط الراديوي حصرا،
لازم تفوت 5G كلاود نحن وماشيين، وبعدين بقى شوي شوي بدك تلحق شو عم ينطلب هنيك وعلى اساسه تطور من حالك وتقدم، تعمل ماتشينج لحتى تصل للفرصه اللي انت بدك اياها. تمام، شكرا كثير استاذ. وبالنهايه نحن بنتمنى منك كمان جلسه بخصوص الاتصالات بحكم انه ان شاء الله هيك عم نصح يعني امبارح ان شاء الله هلا في كاس عالم، ما بعرف قديش الناس مهتمه بس بصراحه حديثك اهم من كاس العالم. والله الله يسلم عليك يا رب، شكرا. الله يعطيكم الف عافيه، مشكورين كثير انت والجميع كل التوفيق. هلا الله يسلمك استاذ محمد، كلمه اخيره قبل ما نختم. نحن اسفين انه اخرناك ساعه و50 دقيقه بس بظن كانت لا بالعكس كثير كثير مفيده. وسلم ايديك، تفضل حبيبي. هلا بتمنى من الكل يبدا، بس بلش. يعني انا محتار بهي ولا بهي ولا بهي، شو ما كان بلش، لانه مجرد ما حطيت رجلك انت حتعرف كيف بدايه الطريق، حتعرف كيف تكمل، حتعرف شو بدك. وبالنهاية تبع أنا عم ضوع وقت بمالي عارفان شو بدي بلش، هاي لحالة يعني بكرة حنزعل كتير على هذا الوقت، لأن هلأ أنا قاعد فاضي مالي عارفان شو بدي ساوي. بلش بأي شيء، وما في شيء بالعلم بغض النظر كان بمجالي ولا مو بمجالي ما رح استفاد منه. تمام فابدأ، وبالنهاية الله بيوفقك. أكيد. معلش تحط لهم حسابك على لينكدين للشباب بالتشات. طيب ثواني بس، أبوه كبير. هو ماله هاللينكد ان البروفيشنال يعني، بس حط حسابي وحساب هلا انا عندي تمام. وانا 6500 كونتاكت، يعني فوتوا ما تفوتوا على بروفايلي، فوتوا على الكونتاكت تبع بروفايلي، يعني شوفوا مين انا ضايف. انا ضايف كل شيء اتش ار بالكره الارضيه يمكن، فكلهم هدول مشان نشوف شو عم يقدموا، شو عم بيحطوا، شو عم بي وينه. تمام. وانا ممكن بس بدي الشركه الفلانيه، فوت دور بقى بقلبها هي الشركه، مين السي او اللي بقلب منها، مين الاي تي مانجر، مين